طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأحد 12 يوليو 2020، وموضوعنا اليوم هو بداية لسلسلة تتناول قضايا الأستاذ الجامعي، والحلقة الأولى دي هتكون إن شاء الله عن الابتعاث. ويشرفنا ويسعدنا أن يكون في الحلقة دي في دكتورة منال صيام، الأستاذ المساعد جامعة الخرطوم، وهي مبتعثة إلى ألمانيا برلين، وكذلك الدكتور حسن عثمان، هو طالب دكتوراه في النرويج، محاضر جامعة الخرطوم، مبتعث إلى النرويج، وأستاذ سلمى صديق طالب الدكتوراه في ألمانيا، أو الدكتور إن شاء الله، محاضر جامعة الخرطوم، مبتعثة إلى ألمانيا. المحاور بتاعتنا بتاعت اللقاء هتكون 3 محاور. أول حاجة، الموضوع ده يا إخواننا ما بس يعني لقضية محددة، وإنما للإطار العام، وفي عدد من طلاب الدراسات العليا المبتعثين من جامعات أخرى إن شاء الله حيكونوا مشاركين. في المحور الأول حيكون تعريف الابتعاث، هو شنو وأنواعه وطرق التقديم والقضايا الإدارية والنظام المتبع للتعليم العالي منذ الحصول على موافقة الابتعاث. ده المحور ده حيغطيه أستاذ حسن عثمان. والمحور الثاني هو قضية المبتعثين من سنة 2019 حتى الوقت الراهن، التصعيد الإعلامي والمخاطبة للوزارة، ده حتقدمه الأستاذة سلمى صديق. والمحور الأخير اللي هو تعريف بلوائح التدريب وعدم توافقها مع شروط الابتعاث، والمتابعة المالية اللي تمت وتدخل المجلس السيادي في السودان، ده حتغطيه الدكتورة منال صيام. فإن شاء الله النقاش يعني يكون مفيد ومثمر، وتحل القضايا العالقة الآن قبل بكرة. فهنبدأ نحن بعدك هنفتح النقاش، الأسئلة والأجوبة. الجلسة هنا ده في زوم، أي واحد ده يسأل بعد ما ينتهوا من تغطية المحاور ممكن يستخدم خاصية رفع اليد، وكذلك في الفيسبوك عبر مجموعة الباحثين السودانيين لو في أي سؤال ممكن الناس يكتبوا في الكومنتس. الناس اللي ده يحضروا هنا في زوم لابد من تسجيل مسبق، وإحنا خطينا الرابط بتاعنا. فشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نتمنى أنه يكون لقاء مفيد. أستاذ حسن تفضل. أول حاجة شكرا دكتور أنور لإتاحة الفرصة لنا في هذه الصفحة العامرة بشبابها وبباحثيها. إن شاء الله يعني نقدر نحاول نغطي النقاط المطروحة ونوضح ما تم الإشكال فيه في الفترة السابقة. طيب، بالنسبة لعملية الابتعاث، الابتعاث هي عملية تدريبية. المقام الأول بتكون بها المؤسسات بتاعت الدولة الحكومية أو الخاصة في بعض الأحيان بغرض تدريب الكوادر الموجودة فيها. والسبب من التدريب هو تأهيلهم لإدارة المؤسسات تبع خطط أو استراتيجيات محددة لتغطية الكفاءة والتطور المقابل من النواحي الأكاديمية، من النواحي العلمية، من النواحي العملية. بالنسبة لنا الابتعاث ممكن نقسمه بصورة يعني كبيرة لجزئين، ابتعاث ممكن يكون داخلي أو ابتعاث خارجي. في كل الحالتين ممكن يكون ابتعاث لفترات طويلة أو لفترات قصيرة. فترات طويلة بمعنى آخر إنك أنت بتطلع تتحصل على درجة علمية، سواء كانت درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه. الابتعاث القصير هي الفترات التدريبية القصيرة، ممكن تكون للتدريب على تقنية محددة، كمثال البحوث ما فوق الدكتوراه هي أيضا فترات قصيرة تتراوح ما بين 6 شهور أو سنة. ودي برضو الغرض منها تأهيل الطالب اللي هو متحصل أصلاً على درجة الدكتوراه في أنه يحكم أو يتقن التقنيات اللي بيحاول يتعامل بها في المستقبل مثلاً مع الطلاب بتاع أنه، أو من خلال الرؤية بتاعت القسم أو الديبارتمنت الموجود فيه. فبالنسبة لنا العملية بتاعت الابتعاث بتبدأ بأشكال مختلفة. يمكن مثلاً إنه الطالب، أو هو خلينا نحن ما نقول الطالب، لأنه لما نقول الطالب بنكون طلعناه من منطقة الابتعاث. بيبدأ مثلاً المنتمي للمؤسسة العلمية، اللي هي لما نقول مؤسسة هنا بتكلم عن
كل الجامعات المنطوية تحت لواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيبدأ في التقديم لمنح قد تكون خارجية مباشرة لمؤسسات خارجية، أو قد يتم التقديم عبر المنح القادمة عبر وزارة التعليم العالي أو عبر الجامعة، اللي هي ممكن تكون جسور أو اتفاقيات يعني مبرمة ما بين الجامعة أو الوزارة ومؤسسات خارجية. مثلا عندنا في كمثال لذلك بعض الاتفاقيات الموجودة ما بين الوزارة أو وزارة التعليم العالي والحكومة اليابانية أو الحكومة الصينية أو الحكومة التركية، هي عندها جعد محدد أو كوتا محددة من التخصصات بتتاح للطلاب السودانيين كدولة نامية. طبعاً السودان عنده نصيب كبير جداً في الأنواع بتاعت الابتعاث، لأنه بيحاولوا يشجعوا دائماً النمو بتاع الدولة والتطور الأكاديمي إضافة للتطور البحثي. في نواحي تانية أو يعني أنواع تانية له، إنه الطالب بيقدم بصورة مباشرة لمؤسسة خارجية عبر مشرف أو عبر بروفيسور مثلاً، بيكون هو عنده انترست أو عنده اهتمام بالمجال البحثي بتاعه. في نفس الوقت لازم يتوافق الحاجة دي مع الخط بتاع المؤسسة أو الخط بتاع القسم. بمعنى آخر، أنت ما ممكن تقدم لتخصص أو لدراسة بتاعت دكتوراه أو لماجستير في مجال غير موجود مثلاً في القسم، أو رؤية القسم أو خطة القسم أو استراتيجية القسم ما بتسمح باحتوائه في الفترة المحددة اللي ممكن تخلص فيها الدرجة بتاعتك. فبيحصل في الحالة دي مثلاً إنه المبتعث بيقدم للمشرف، قد يقدم عن طريق مقترح، يكون عنده مقترح بحثي جاهز يناقشه مع المشرف، يضيف يعدل فيه أخذ ورد في بعض الأحيان. وقد يكون المشرف عنده مشروع واضح محدد بيغطي جوانب من التقنيات اللي بيكون محتاج لها القسم، وبيغطي في نفس الوقت التخصص المحتاج له القسم. في الحالة دي أنت بتقنع المشرف أو بتقنع البروفيسور أنك أنت ممكن تجي وتأدي له الحاجة دي، لأنك أنت عندك السكيلز اللي هو محتاج لها عشان يقدم المشروع بتاعه. فالحياة أو الأنواع دي من المنح في بعض الأحيان قد تكون مدعومة من المشرفين أو من الجامعات الخارجية، وقد لا تكون مدعومة. بمعنى آخر، المشرف قد يقدم لك كل المعينات اللي بتخليك تشتغل في المعمل، ويقدم لك كل المعينات اللي بتخليك مثلا تكون موجود في الجامعة، لكن ما بيغطي لك مثلا تكلفة المعيشة. يعني كل التكلفة المعيشة بيتم تغطيتها إما تغطية خاصة إذا كان عندك المقدرة المالية إنك تقدم أو تغطي التكاليف بتاعتك بصورة خاصة، أو إلزاماً على وزارة التعليم العالي. إذا أنت قدمت كانت أو كان التخصص اللي أنت مقدم له بيقع في المظلة بتاعت التخصصات المطروحة مثلاً في العام ده، أو ما لا يتعارض مع لوائح التدريب الموحدة للتعليم العالي أو لمؤسسة التعليم العالي في السودان، وجاتك موافقة من القسم، موافقة متدرية من القسم ثم من الكلية ثم من الجامعة عبر إدارة التدريب مثلا في الجامعة، يعني إذا أتيحت لك الموافقات الثلاث هذه، وكانت إنه الجامعة بتاعتك أو المؤسسة اللي أنت بتنتمي لها لم تستوفي عدد المنح بتاعتها السنوية، لأنه الوزارة عندها عدد معين من المنح لكل جامعة بتقدمه في كل سنة. فإذا أنت تعديت العدد بتاعك في الحالة دي، أنت ممكن ترجع لعام آخر مثلا، أو إذا كان التخصص مثلا تخصص دقيق أو حاجة مطلوبة أو القسم في حاجة لها بصورة عاجلة، ممكن يتم استثنائك في الحالة زي دي. فأنت بتشير الورق بتاعك بمجرد ما تمت هذه الإجراءات عبر القسم والكلية والجامعة، بتخاطب بعد كده الجامعة بصورة مباشرة إنها أدت المبتعث أو هذا المرشح للابتعاث الضوء الأخضر، لأنه يتم معاملة أوراقه في وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي بتدخل الأوراق بتاعتك برضو في اجتماع عبر لجنة التدريب في التعليم العالي، وتوافق أو لا توافق
برضو عندها أولويات الوزارة في الحالات دي. إذا وافقت الوزارة بتزود المبتعث أو المرشح لغاية هنا هو مرشح بخطاب موافقة، خطاب موافقة على الابتعاث. بعد كده المرشح بيبدأ في إجراءات مثل مثلا إخلاء الطرف من الجامعة وكتابة الإقرار الملزم بالعودة بعد انتهاء الفترة البحثية، سواء كانت فترة ماجستير أو فترة دكتوراه. وطبعا على حسب لوائح الخدمة المدنية إنك أنت أي يعني سنة بتقضيها في فترة ابتعاث بتغطيها بعد العودة عامان، يعني كل سنة بسنتين. يعني إذا أنت بتعث في درجة ماجستير، سنة درجة الماجستير الدارية على حسب لوائح الوزارة هي سنتين، معناه أنت بترجع السودان بتقعد 4 سنوات عشان تغطي الفترة بتاعتك إذا كنت مبتعث بصورة كاملة من الوزارة. الأشياء ممكن تكون معيبة في الحالات زي دي إنه المبتعث الجزئي أو المبتعث بصورة كاملة هما الاثنين بيرجعوا بيقضوا نفس الفترة الزمنية. يعني إذا أنت مبتعث الوزارة بتكفل لك ب50% مثلا من رسوم الابتعاث بتاعتك، سواء كانت معيشية أو دراسية أو كيفما اتفق، أنت بترجع بتقضي 4 سنة، وإذا كانت منحتك برضو كاملة برضو أنت بترجع بتقضي 4 سنة. فأي التزام مالي بتقدمه لك الوزارة أنت بترجع تغطيه في السودان للجامعة والمؤسسة اللي أنت بتنتمي لها في الأول. أعتقد بعد ما تنتهي من الإجراءات دي الوزارة بتديك خطاب التزام مالي، اللي هو ده من خلاله وانت بتقدم له بعد كده للإقامة أو للتأشيرة بتاعت الدخول للدولة المعنية إذا كانت طبعاً أكيد خارج السودان، بتقدم به برضو للجوازات أو لوزارة الداخلية عشان تطلع عليك تأشيرة الخروج، وبتطلع عليك تذاكر سفر إذا كنت أنت مبتعث عازب أو متزوج. بتختلف الفئات في الحالات الزي دي، فتطلع لك تذاكر السفر. بعد كده أنت بتقر إلى الجامعة بتاعتك إنك أنت حتلتزم بالعودة بعد انتهاء الفترة البعثية بتاعتك، وتختلف الإقرارات في الحالات الزي دي. يعني في بعضهم بتكون فقط إقرارات مكتوبة مع توفير ضامن، في بعضهم قد يعني يجعلك يعني تمضي مثلا شيك أبيض أو على بياض زي ما نقوله، في بعضهم ممكن يخليك تقدم ضمان يعني مادي إذا كانت قطعة أرض، إذا كان منزل، إذا كانت سيارة. مهم ضمان بيلزمك بأنك أنت تعود مرة أخرى. أعتقد أنه البند ده تم تحديثه في 2010 أعتقد، لأنه كانت في حالات فردية لمبتعثين خرجوا خارج السودان كان عندهم زي ما نقول دعم من الوزارة وما عادوا مرة تانية للسودان. فهو البند ممكن يكون نوعا ما يعني ما فيه إشكالية، لكن التطبيق بتاعه صراحة سيء. يعني هو التعميم هنا في الحالة دي ما أعتقد كان مثلاً موفق، لأنه أنت يعني أسقطت الحالات الفردية على الجميع، وده شاذ من القاعدة. يعني ما كل الناس بيعملوا الحاجة دي. فهذا ما يختص بعملية الابتعاث. خلال فترة الابتعاث أنت أيضاً مطالب بالمناسبة أنك ترسل تقرير سنوي او كل عام ونصف تقريبا على اساس انك انت توضح السير بتاع الدراسه، وبيحق عليك ايضا من خلال الابتعاث انك تقدم لتمديد للابتعاث اذا حصلت ظروف قاهره. يعني حاله مثلا في هذه الحاله بتاعت الجائحه بتاعت الكورونا، هنا الجامعات مثلا بتديك انه العمل كان متوقف تماما في المعامل في كل الفاسيلتيز المتاحه، فاوتوماتيكلي الجامعه بتكون تديك الفتره اللي انت كنت متوقفه دي فتره اضافيه، بتعمل لك توبينج في نهايه الفتره بتاعتك. فانت بدل لما تنتهي في مثلا فلنقل اغسطس مثلا في السنه دي بتنتهي في شهر 10 في السنه دي وهكذا. فبنفس الطريقه دي انت ممكن ظروف تستخدمها وتقدم بها للتمديد اذا فعلا العمل بتاعك توقف. في بعض الاحيان ممكن نلاحظ لانه في خلل واضح في اللوائح
ده انا هخليه طبعا اكيد بصوره كامله للدكتوره منال، لكن ممكن اتداخل معاها بعدين في الحاجه دي، لانه لوائح التدريب والابتعاث عموما هي يعني مش مجحفه، لكن خلينا نقول ما مواكبه للحاويه لاستراتيجيه الدوله، خلينا نقول، وخلينا نقول برضو انها ما مواكبه للوضع بتاع الجامعات الخارجيه اللي انت بتبتعث فيها المنتسبين ليك. ده فيما يلي الابتعاث. طبعا الابتعاث هو جزء من عمليه التدريب بصوره كامله، يعني احنا ما دارين نرجع ثاني نتكلم عن عمليه التدريب، او انا ما يعني كنت داير محضر حاجه على اساس نتكلم عن التدريب بصوره كامله، لكن اعتقد انه هياخد منا الزمن، فممكن ناخذ بس الجزئيه بتاعت الابتعاث من عمليه التدريب بصوره كامله. هذا ما يلي بالنسبه لعمليه الابتعاث. طيب يا حسن، في بيرسبشن عام كده انه والله يا اخي اي زول مبتعث ده كوز، يعني من ناس المؤتمر الوطني ودوه عشان الاناسي. عرفت انه في ديتيلز كثيره جدا جدا وبما فيها موضوع التقرير ده، وانا صراحه انترست جدا انه اقرا التقارير بتاع طلاب الدراسات العليا في انه بعد سنه ونص ولا بعد هنا حصل له شنو ولا كده. الحاجه دي بنحب ناكد عليها ونوضح انه يعني الموضوع ده بيكون ميريت بيست، يعني فيه شغل كثير جدا. ثاني حاجه بيتم عبر التدرج من جسمك من 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 جسمك لكليتك لعمادتك لجامعتك، يعني ما موضوع كده بس انه والله انور ده ولدنا ودوه وفلان ما ولدنا خلوه، عشان برضو في زي يقولوا استسهال كده لإلقاء الكلام على عواهنه، وبيخلينا نحن نفقد إنسانيتنا في إنه الحاجة المحتاجة مننا تضامن كمجتمع سوداني الناس تضامن فيها. الحاجة السياسية اختلافات سياسية ده موضوع تاني، مش كده؟ حقيقة طبعا أنا أتفق معك تماما في هذا الفيلم القضية. شكرا شكرا لك، أنت هتتفق معي في حاجة تانية برضو أبو علي قدام. تمام أنا هتتفق معك. الله يديك العافيه. طيب قضيه المبتعثين من 2019 اخواننا شفنا عدد من الفيديوهات والنداءات والمناشدات والى اخره. الكلام ده يعني جه في وقت ان احنا فيه في ثوره حريه سلام وعداله، والثوره خيار الشعب. احنا اخترنا انه نثور وفي ناس يعني شهداء ابرار تقدموا روحهم. ففي قضيه غريبه ما قادره تغش الراس، القضيه دي شنو؟ من 2019 يا ريت استاذ سلمى المصدق تطلعين على القضية، قضية المبتعثين، تفضل. المايك. يا. السلام عليكم. قضية المبتعثين هي طبعاً نحن عندنا قضايا كثيرة يعني فيما يتعلق مشاكلنا مع وزارة التعليم العالي، يعني المبتعث بيعاني من مشاكل كثيرة مع وزارة التعليم، لكن المشكلة الملحة ونحن متفقين فيها كلنا اللي هي مشكلة تأخر العلاوة. عشان كده أنا حابدأ بتعريف العلاوة هي شنو أساساً، والحاجة الثانية التحركات والخطابات والتواصل اللي نحن عملناه سواء عبر الأفراد أو عبر اللجنة مع وزارة التعليم، والحاجة الثالثة اللي هي رد الوزارة سواء عبر الوزيرة أو عبر التصريحات اللي بتطلع من وكيل الوزارة، والحاجة الأخيرة اللي هو طلبنا يعني صراحة طلبي الوحيد بالنسبة للوزارة في اللحظة الحالية. طيب إذا بدينا بتعريف العلاوة هي شنو؟ يعني الفيرست امبريشن للكلمة ذاتها بيديك إحساس إنها هي حاجة زايدة أو حاجة يعني إضافية، في حين إنها هي بالضبط هي المرتب الشهري اللي بيستحقه الأستاذ الجامعي من الوزارة لما توافق له على البروسيس بتاعته زي ما ذكر الدكتور حسن. فهي يعني المرتب الشهري اللي بيستحقه الأستاذ اللي بيصرف منه مصاريفه الشهرية، اللي بيدفع منه الرسوم الجامعي، اللي بيصرف منه الفواتير تأجير السكن وغيره من الفواتير المترتبة علينا. فهي أول حاجة عبارة عن مرتب شهري، يعني الأستاذ الجامعي ما عنده غيره ممكن يعيش منه، ده لما تكون طبعا منحة كاملة بالنسبة للأستاذ الجامعي من وزارة التعليم العالي. جينا لأول الحاجة الثانية في إنه هي بتتقسم أو مش بتتقسم أو هي مختلفة، يعني العلاوة بالنسبة لي مختلفة اسمها العلاوة الموحدة، بحيث إنه كل أساتذة في قارة معينة بدوهم مبلغ معين، يعني هي ما موحدة بالنسبة للمبتعثين في مختلف دول العالم. والحاجة الثانية برضو بتختلف من المبتعث الداخلي للمبتعث الخارجي، يعني هي بدوها برضو للمبتعث سواء داخلي أو يعني داخل السودان أو خارج السودان برضو، لكن بتختلف طبعاً كل تقديرات
ونحن عندنا تحفظات كبيرة على التقديرات اللي اتعملت دي وما فيها أي أبديت حاصل ومواكب للتطورات الاقتصادية والتغيرات اللي تحصل في الدول. قدروها من عشرات السنين وما محدثة ومختلف زي ما قلنا من دولة لأخرى. طيب ده فيما يختص بالعلاوة. نحن عموما بنستلمها كيف؟ بنستلمها عبر الوكلاء، يعني كل مبتعث بيكون عنده وكيل في السودان بيعلنوا عن إنه التسجيل بدأ مثلا لشهر معين من شهور السنة، فبالتالي بيعلنوا للوكلاء إنه يجوا يسجلوا، بيجوهم بيتصلوا عليهم بعد كم يوم بيقولوا لهم تعالوا استلموا. وهي أنا يعني أنا متأكدة إنه البروسيس دي عقيمة، ولكن هي كانت البروسيس الوحيدة أو الأسرع في إنه تحويل المبالغ للمبتعثين. بالتالي بيدوا القروش دي للوكلاء، الوكلاء هم بيحولوها للمبتعثين بطريقتهم. في برضو تاني في نهاية السنة، في نهاية السنة يعني في شهر 10 غالباً بدو المبتعثين مقدم شهر 10 و 11 و 12. ليه؟ لأنه السنة المالية بتكفي من نهاية شهر 11 وما بتفتح إلا في 25 شهر 2 من السنة الجاية، فبالتالي الأربع شهور دي ما في أي قروش بتطلع من الوزارة. فبالتالي نحن يا نستلم مقدمة الثلاث شهور بتاعت السنة الفاتت، أو حنستلم برضو متأخر شهر 1 و2 في شهر مارس بعد ما تفتح السنة المالية. تمام؟ بالتالي نحن في بداية سنة 2020 بنتوقع إنه بمجرد ما تتفتح السنة المالية اللي هي في يوم 25 من شهر 2، نحن حنتوقع إنه الوزارة حتعلن بإنه يا وكلاء تعالوا استلموا المبالغ المالية بتاعة المبتعثين اللي هي بتاعة شهر 1 و2. ده اللي كنا متوقعينه وده اللي عادة بيحصل. لكن الحصل إنه كان في صمت غريب، وكان في يعني حقيقي يعني حسينا إنه أساساً ما في موضوع زي ده في الوزارة أصلاً يتناقش قبل كده. يعني نحن متوقعين إنه بمجرد ما تفتح السنة المالية نحن حيدونا مبالغنا، لا ما كان في أي حاجة. وبيجينا ردود متباينة من الموظفين في الجامعة، سوري الموظفين في الإدارة في الإدارة التدريب أو في الوزارة عموماً. فبالتالي كان في أساتذة أساساً استيل قاعدين يعني عندهم يعني اضطرتهم الظروف إنه يقعدوا في السودان سواء جمع عينات أو لأي ظروف ما، فمشوا تواصلوا in person للوزارة، كتبوا خطابات يا جماعة الحاصل شنو، نحن وين قروشنا حقت شهر 1 و2. تمام؟ صمت غريب وتجاهل. في خطابات اللي سلموها الأساتذة للوزارة ضاعت، يعني خطابات ضاعت قالوا ليهم، حتى منعوا من مقابلة الوزيرة، قالوا ليهم يا جماعة أنا أستاذ من حقي أنا أقابل الوزيرة أشرح ليها إنه مبالغ مالية حقتي حقت شهر 1 و2 ما وصلتني، وفي برضو متأخرات من 2019 برضو ما وصلتنا، نحن من حقنا نقابل الوزيرة، منعوا من مقابلة الوزيرة. بالتالي لقينا إنه الحلول الفردية ما بتنجح يعني قدام المصيبة أو المشكلة الكبيرة إن إحنا واقعين فيها. فبالتالي في اقترح عدد من الأساتذة، اقترحوا إنه يكونوا لجنة. اللجنة دي هي يعني زي ما بقولوا في الاتحاد قوة، فاللجنة دي رأت إنه أحسن نحن نتجمع مع بعض ونوحد كلمتنا وتكون هي الجهة الوحيدة اللي بتتواصل للوزارة. بالفعل في يوم 16 مارس بدأ التواصل، يعني اللجنة دي اتكونت وبدأت تتواصل مع المبتعثين وتجمعهم، وكل واحد بيكلم الثاني على أساس إنه شنو نتجمع ونعمل يعني لايك كتلة واحدة. فكتبت اللجنة خطاب سلمته للوزارة. في برضو استيل يعني ما في أي يعني تحديثات يذكر لحد ما اتفقوا على إنه يكون في اجتماع يضم المبتعثين مع الوزيرة شخصيا والسيد الوكيل ومدير إدارة التدريب. فتم الاجتماع بتاريخ 31 مارس. 31 مارس تم الاجتماع، يداب عرضت فيه اللجنة، لجنة المبتعثين اسمها لجنة مبتعثين التعليم العالي، عرضت فيه المشاكل الخاصة بتأخيرات العلاوة ويعني والسيركونستانسز اللي بتلحق التأخير ده اللي حاصل علينا. فيداب عرضوا ووعدونا خيرا صراحة، يعني سمعوا مننا ووعدونا خيرا وإنه حيحلوا المشكلة. حتى الوزيرة شخصيا ذكرت إنه هي بعدين في نفس اليوم يعني حيكون في مجلس الوزراء وحتعرض المشكلة دي. لحد اليوم ما عارفين هل فعلا لو عرضت المشكلة في مجلس الوزراء ولا لا، ولا أساسا طلعوا بيعني حل لمشكلتنا دي. برضو
يعني اتواصلنا معاهم لحد يوم 9 ابريل اكتشفنا انه تم اجتماع ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بحيث انه عرضوا المشكلة ووعدونا بانهم يحلوا المشكلة لكن بدون ما يدونا اي سقف زمني لحل المشكلة دي. طالت الفترة لحد ما برضو بالخطابات وبالضغط من قبل اللجنة لحد في 15 ابريل حتى بعد ذاك تم تصديق لنا بمستحقات شهر 1 و2 لكن صدقوا لنا ب 50% من القيمة. يعني شنو؟ يعني الوكيل رفع المستحقات بتاعت شهر 1 و2 في شهر 4، بالتالي وزارة المالية عملت لنا تصديق 50%، بالتالي نحن يا جماعة من بداية السنة بنتكلم عن مستحقات شهر يونيو، سوري شهر يناير فقط، شهر 1. نحن إلى يوم الليلة في يوم نحن يوم الليلة هسه في شهر 7 في مبتعثين ما استلموا معلاوة شهر 1. أوكي. لا أقدر أقول لك أنا منهم. أيوة بالضبط كده. يعني هل تتخيلوا إنه لحد اليوم الليلة نحن بنتكلم عن علاوة شهر 1؟ ف والله صراحة يعني الموضوع يعني صعب للغاية. طيب بعد ما طلعت العلاوة دي اللي هي بتاعت شهر 1 اللي هي صدقت لنا من المالية، طالبنا بأنه خلاص يلا أدونا ليها، في حين أنه يعني دي ما كانت أقصى طموحاتنا أنه نحن بس نتحصل على علاوة شهر 1 بس نحن في شهر إبريل. فتواصلنا طبعا عبر اللجنة، اتواصلت يوم 30 إبريل رسلت إيميل للوزيرة شخصيا، فأفادت الوزيرة بأنه نحن نتواصل مع الوكيل. لما تواصلنا مع الوكيل قال إنه حتم إرسال المبالغ خلال أسبوع عبر سفارة لندن. هم قرروا القرار ده من دون ما أخذوا رأينا ولا عارفين يعني، ونحن طبعاً كان عندنا تحفظات كثيرة بالنسبة للتحويلات الدولية وبالنسبة لفروقات العملة والحاجات اللي بتحصل دي، لكن قلنا ما مشكلة. لمت اللجنة لمت في يوم 6 مايو التحفظات من قبل المبتعثين دي وكتبتها في خطاب ورسلتها للسيد الوكيل، وأفادنا بأنه أوكي نحن حنسمع منكم وحنطمنكم بالنسبة للتحفظات دي، ولي يوم ندى ما في زور رد علينا في التحفظات دي. برضو في شهر إبريل تمت مخاطبة أو لجأنا نحن كمبتعثين بصورة فردية للمجلس السيادي. أتمنى إنه دكتورة منال توضح لنا النقطة دي. تفضلي. أيوة. طيب زي ما قبل ما منال تبدأ، ده أنا أقول لك يا سلمى ويعني حسن وبتاع، إحنا دايرين ندرسكم عشان نشوف إنتوا كيف بتظلوا على قيد الحياة في ظروف زي دي يعني. أيوة أنا لسه. عارف أن أوروبا دي ما فيها شمس كويسة للتمثيل الضوئي يعني. هذا الرئيس كان الواحد. قال إنكم عايشين على التمثيل الضوئي. أي أنا لسه ما خلصت المسألة بتاعت التصعيد، لكن بس حابة منال توضح بس النقطة دي. تفضل يا منال. طيب في مواصلة لكلام سلمى، هو يعني بداية التصعيد هي كانت أصلا في شهر فبراير، اللي هي تسجيلات أو فيديو ترسل بصورة شخصية لوزيرة التعليم العالي ومديرة جامعة الخرطوم وبعض الأطراف من وزارة التعليم العالي وإدارة الإعلام، وللأسف ما كان في أي فيدباك. فحتى بعد ذاك بدينا نعمل اللي هي اللجنة والتفاصيل بتاعت الخطابات للوزيرة والتفاصيل اللي تكلمت عنها سلمى. في شهر إبريل تمت مخاطبة المجلس السيادي بصورة شخصية في إنه في مشكلة حاصلة مع المبتعثين، ونحن عايزين نعرف كما جاء يعني كما زي ما هم قالوا لنا وزارة التعليم العالي إنه في إشكالية للعملة الصعبة، لأنه وزارة المالية متحفظة عليها عشان الوقود والعيش الفترة دي كانت في شهر مارس. فنحن بطريقتنا قلنا أوكي خلاص نحن نمشي نسأل وزارة المالية، ولأنه نحن عندنا أطراف في وزارة المالية استنجدنا يعني بأطراف من المجلس السيادي وكتر خيرهم يعني اتواصل مع وزارة المالية. وفي نهاية شهر 4 جانا كونفيرم إنه تم إيداع مبلغ يعادل 900,000 دولار للتعليم العالي، هل تم تسليمه للمبتعثين أم لا؟ فنحن لما بقينا الكلام ده اتفاجأنا طبعا، لأن احنا أصلا ما جانا أي فيدباك
من وزارة التعليم العالي. خلاص، حتى بعد ذاك قالوا لنا في قروش اتصدقت بعد فترة. أيوة، هي في قروش جات، لكن هي عبارة عن 50% من القروش يفترض تتسلم للناس، ونحن ما عارفين نوزعها كيف. يعني كوزارة التعليم العالي قالوا نحن ما عارفين نوزع القروش دي كيف للمبتعثين، يعني منو اللي عنده أولوية؟ يدوا الناس اللي عندهم متأخرات في 2019، ولا يدوا الناس اللي عندهم urgent cases، ولا يدوا يا ناس؟ تمام، فدي الحاجة اللي حصلت. فنحن عرفنا إنه في مبلغ، المبلغ الفلاني ده اتورد، عشان المبلغ ده أصلا يطلع من 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 حساب التعليم العالي ببنك السودان. نحن ليه يوم الليلة اللي هي نهاية شهر ستة، كم انتوا استلمتوا 200 يعني في نهاية شهر ستة؟ نهاية شهر ستة، بعد ما نحن خاطبنا برضو تواصلنا يعني من أطراف من بنك السودان، عرفنا إنه القروش اتحولت لوزارة الخارجية. بعد ما نحن برأنا سكينا الموضوع، تحولت لوزارة الخارجية بكشف بتاع أسماء إنه كل مبتعث حياخد ما يعادل $1000 فقط، كويس، اللي هي العلاوة بتاعة شهر واحد. فدي كانت متابعة خاصة مننا نحن. خلاص، تفضل يا سماعي. هل يا دكتور أنور وهل يا سادة، هل نحن مهمتنا إنه نحن نسك المكاتب ونسك وزارة المالية ونسك وزارة ونسك بنك السودان ونقعد نعمل كده، ولا بس ننتظر اللي هو يصلنا حقنا كامل من قبل وزارة التعليم؟ لأنه نحن بس يعني قضيتنا مع وزارة التعليم، نحن ما بيهمنا القروش وصلت وين، ولا ترسلت 200، ولا هسه استلمها منه، بس بيهمنا إنه نحن نستلم المبالغ اللي هم بيقولوا إنه رسلوها علينا دي. طيب، قلنا يعني كل ما طالت المدة والفترة قمنا رسلنا لوزارة التعليم، طبعا برضو عبر اللجنة طالبناهم بأنه يدونا خطابات التعليم العالي عشان الناس ما تخلط يا سلمى. التعليم العالي، حاضر. نعم، نعم. تواصلنا مع التعليم العالي بحيث أنه يدينا خطابات بتوضح في بحيث أنه فعلا المبتعث ده من بداية السنة ما استلم أي مبالغ مالية. الخطاب ده كان ممكن نستفيد منه في انه نقدم منح تانية، نحفظ به ما وجهنا، نقوم نقدم به للناس قبل ما يطردونا من السكن، قبل ما نتفصل من الجامعات، بحيث انه نقول والله نحن عندنا منحة لكن لسه ما ادونا ليها. كان ممكن يحل لنا ولو مشكلة على اساس ما هم يحلوا مشاكلهم، لكن رفضوا. رفضوا ليه؟ قالوا والله احتمال الخطابات دي تدخلنا في مشاكل نحن في غنى عنها، او نحن ما مستعدين لها حاليا. ليه يوم الليلة يا دكتور ما في زول سأل مننا هل فعلا انتوا اتفصلتوا من الجامعات؟ هل فعلا انتوا اضطرتوا من السكن؟ هل فعلا او على الاقل انتوا كيف عايشين؟ ما في زول سأل من الناحية دي اطلاقا. ليه يوم الليلة زي ما قلت لك المبالغ اللي بيقولوا قاعد تترسل، ليه يوم الليلة ما يعني الناس اللي استلموا علاوة شهر واحد يعدوا بالاصابع، يعدوا بالاصابع. البلدان ما استلموا، في سفارات ما استلمت للآن. بالضبط كده. فبيوم 30/5 رسلت اللجنة لوزارة التعليم العالي، طالبت بأنه نحن يا وزارة التعليم العالي عاوزين نعمل معاكم اجتماع أونلاين، ما حيكان يكلفهم أي حاجة، اجتماع أونلاين بحيث أنه نحن نوصل لكم مشاكلنا دي، لو يعني نحكي لكم وتسمعوا مننا ونحن نسمع منكم دايركتلي. لكن حصل شنو؟ ليه يوم الليلة يا دكتور ويا سادة ما في زول رد علينا على الإيميل ده؟ ليه يوم الليلة؟ طلبنا يعني أنا ما عارفة إنه في أقل من الطلب ده ممكن يلبوه لينا. هل الطلب ده يا دكتور له علاقة بإنه ما في عملة صعبة، الظروف الصحية صعبة، ده كله هل في مبرر لإنهم ما يردوا على طلب اللجنة بإنها تعمل معهم اجتماع أونلاين؟ ما كان في عذر، لكن أنا بفتكر إنه عدم ردهم ده السبب اللي يعني زي ما بقولوا القشة اللي قسمت ظهر البعير وخلت عدد من المبتعثين إنهم يلجأوا للتصعيد، وأنا واحدة منهم. لجأنا للتصعيد يا دكتور، ما هو كل ما نحن بنمشي نلجأ للتعليم بيصد في وجهنا الأبواب، هنعمل شنو؟ ما بيسمعونا، ما بيردوا علينا، حتى بنطلب منهم طلب بسيط زي إنهم يردوا علينا ما كان في أي رد، فبالتالي لجأنا للتصعيد. لجأنا للتصعيد وتواصلنا مع الإعلام، تواصلنا مع الصحف، مع السوشيال ميديا، إلى أن ردت الوزارة بيوم 10 يونيو في خصوص الموضوع بتاع المبتعثين. ذكرت عدد من النقاط بخصوص الموضوع ده،
لكن في نقطة، يعني نحن لو مشينا نقطة باي نقطة الموضوع ده طويل جدا، وصراحة أنا ما شايف إنه في داعي له، لكن في نقطة صراحة interesting مثيرة للاهتمام، النقطة رقم 10، بتلقوا الخطاب ده في بيان الوزيرة في تويتر في صفحة الرسمية. في النقطة رقم 10 بتقول إنه سيصعب على الوزارة سداد المستحقات للمبتعثين بعد شهر يونيو. نحن في شهر يونيو اللي هو في 10 يونيو، الوزارة بتقول نحن من بعد شهر يونيو تاني ما عندنا لكم حاجة، أو سيصعب إنه نحن نسدد لكم، في حين إنه نحن قلنا لهم يا جماعة أدون الكلام ده مكتوب رسميا بحيث إنه نحن نستفيد منه. هل أنا ممكن أشيل التويتة دي أديها للبروف بتاعي أو السوبرفايزر أقول له والله أنا من حتي تتعذر إنه من بعد شهر 6 أنا ما في زول حيدفع لي حاجة؟ كيف الكلام ده هيحصل؟ برضو بيقول إنه نحن رسلنا مبالغ مالية، لكن ما بيقولوا رسلوا شنو. هم رسلوا شهر 1 ومتأخرات بتاعت 7 و8 و9 2019 لمبتعثين الصين. مبتعثين الصين في شهر 6 يا داب بيستلموا 7 و8 و9 2019، مبتعثين الصين يا داب بيستلموا في نهاية 6 أو في بداية 7 يا داب مستحقات 2019 اللي هي آخر 3 شهور، لكن ما في زول بيقول إنه دي مستحقات شنو، بس بيقولوا إنه إحنا رسلنا وبيرفعوا يدهم من الموضوع ده. هل يعني بس بيبرئوا ذمته إن إحنا والله رسلنا القروش، لكن المهمة ما إرسالة، المهمة إن إحنا نستلمها في يدينا. زي ما قلت لكم في يوم 25 يونيو برضو نزلت تويتة في تويتر من قبل الوزيرة بتقول إنه تم إرسال اليوم، يعني يوم 25 يونيو تم إرسال اليوم لكل المجموعة لمجموعة اللي هو طبعاً إحنا قسمونا مجموعات بحيث إنه كل مجموعة عندها ظروف، يعني مثلاً الناس اللي سفاراتهم ممكن يحولوا لهم دايركتلي من السودان وزعوهم أز مجموعة وكده. فقالت إنه تم إرسال اليوم لكل المجموعة الأولى عبر السفارات. طوال المبتعثين رفعوا التلفونات للسفارات، هل يا سفاري أنتوا استلمتوا حاجة؟ ليوم الليلة السفارات بتأكد إنها ما استلمت. القروش دي مشت وين؟ لحد 7 يوليو هسه الأسبوع الفات بتطلع تصريحات من السيد الوكيل بيقول تم إرسال مبالغ، تم إرسال مبالغ، لكن إحنا ما مهمتنا والله أرسلت ولا لا أو أرسلت 200، نحن بيهمنا إن القروش دي تصلنا فعليا. حتى المبالغ اللي قال أرسلها في 7 يونيو included متأخرات 2019 لمبتعثين الصين. لو نحن مشينا بالريد ده هل نحن حنستلم 200؟ هل حنستلم بعد 5 سنوات مثلا أو بعد ما الواحد يخلص الفترة بتاعته؟ الكلام ده غير مقبول إطلاقا. برضو تم تواصل من الوزارة، وزارة التعليم العالي، لمجموعة من المبتعثين قالوا لهم تعالوا سجلوا أسح، يعني قبل أسبوعين أو شو قالوا لهم تعالوا سجلوا على أساس إنه نسلمكم المتأخرات بتاعة 2019 بالنسبة للمبتعثين غير مبتعثين الصين. وكمان الكلام ده يعني بس مبتعث رفع تلفون وقالوا له بالصدفة، ما نحن أصلا بنعرف بالصدفة، ما في أي خطاب رسمي بيطلع ليوم الليلة، ليوم الليلة ما في خطاب رسمي طلع بيوضح القضية دي، يا هبس التويتات في تويتر وتصريحات البروف، تصريحات بروف سامي الوكيل في الإعلام، لكن ما في حاجة رسمية. نحن بس كلام بيودينا وكلام بيجيبنا وإشاعات بس، لكن زول يطلع كده يقول بيان رسمي ما حصلت. تم إبلاغ المبتعثين بأنه تعالوا سجلوا على أساس أنه نحن نديكم بعد أسبوع تقريباً حنتصل عليكم على أساس أنه نحن نديكم المتأخرات بتاعة 2019. ليوم الليلة ما في زول اتصل، وهم أساساً قالوا نحن حنغير الطريقة بتاعة الوكلة لأنها سداً للفساد وسداً للذرائع والأسلوب ده بيعمل مشاكل. طيب أنتوا كيف هسه قبل شوية قلتوا تعالوا كلموا الوكلاء حقينكم عشان نديكم متأخرات 2019؟ ما في تضارب في الموضوع. يعني هنا قالوا نحن حنغير اسلوب الوكلاء، حنرسل لكم عبر السفارات على اساس انه الموضوع بتاع الوكلاء ده ما سليم وبيعمل مشاكل، في حين انه برضو اتصلوا على المبتعثين وقالوا لهم تعالوا سجلوا وكلموا وكلاءكم يجوكم عشان تستلموا عبر الوكلاء. تضارب فظيع، تضارب فظيع. طيب كل الأعذار اللي بيقولوها من إنه ما في عملة صعبة، من إنه في ظروف اقتصادية، في ظروف صحية في البلد، في مشاكل كثيرة بيقولوها فيما يتعلق بتحويل المبالغ دي ونحن نستلمها. أنا عاوزة عذر وجيه
اللي بيخلي مبتعثين الداخل برضو يعانوا من نفس المشكلة يا دكتور؟ مبتعثين الداخل أدخلهم شنو؟ ليه برضو ما استلموا؟ إذا فعلا الأعذار دي هي نحن ما استلمنا عشان الأعذار دي، ليه مبتعثين الداخل ما استلموا؟ وإذا أنا قلت لكم والله أخجل يا وزارة التعليم العالي، أنا أخجل إنه يعني أقول المبالغ اللي بدوها وزارة التعليم لمبتعثي الداخل حاجة لا تكفي حتى مواصلات. هل ده دعم الوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي للأساتذة الجامعيين وللباحثين في البلد اللي يعني هل ده الدعم؟ هل ده الدعم اللي نحن متوقعينه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ تدي مبالغ أساساً ما كافية، والحاجة الثانية ما بتديها بانتظام سواء لمبتعثين الداخل أو مبتعثين الخارج. السبب ده أول، المشكلة دي كلها هي ما متعلقة هسه نحن بينا نحن، حتى دي بتعمل سمعة سيئة لمنحة التعليم العالي لقدام وللأساتذة اللي هسه حيجوا من بعدنا. وفعلا بقت سمعة منحة التعليم العالي سيئة جدا في بروفات كثيرين أو في جامعات حوالين العالم، بيقوا ما معترفين بالمنحة دي. ليه؟ لأنها أولا ما كافية، والحاجة الثانية ما بتجي أصلا بانتظام. سبعة شهور الطالب يقعد يركز في قراءته ولا يقعد يركز؟ أنا والله الأسبوع الجاي هعيش كيف؟ نحن عايشين على المينيمم، نحن عايشين في مينيمم، في وضع إليجل. يعني في دول حتى عندها المينيمم الواحد يخش به، يعني هسه مثلا في سويسرا المينيمم حقها 1900 فرنك، وزارة التعليم بتدي للمبتعث اللي حيمشي سويسرا 1000 دولار. ده من بداية من باب السفارة، والله السفارة بتقول لا معليش والله نحن ما بنقبلك لأنك أنت عندك منحة أقل من المينيمم إكسبنس المفترض تعيش بيها. نحن بنعيش على المينيمم، وبعد ده ما اتصلنا، وبعد ده يعني عاملة حتى سمعة سيئة وبتأثر على الأساتذة اللي حيجوا من بعدنا ويقولوا نحن والله عندنا منحة على أساس كده إنه لو سمحتوا أقبلونا أو أشرفوا علينا في دراستنا. بيقولون لا والله نحن ما بنقدر نكفل طالب عنده منحة يعني بسيطة وغير ثابتة ما مستقرة. أخيرا معليش أنا يعني كترت عليكم الكلام، لكن أخيرا أنا بطلب من الوزارة، من وزارة التعليم العالي، إنها تفتح قنوات للتواصل، تفتح الأبواب اللي أوصدتها في وجوهنا، تفتح الأبواب وتفتح تواصل بحيث إنه نحن نتكلم معهم مباشرة. يعني ما نزل عندهم تويتر يعني ما بيستقبل DM ولا يا دكتور ما في زول بيرد علينا يا دكتور ما بيردوا. ده النظام بتاع ترامب يعني one way تويتر بس. صدقني يا دكتور ما بيردوا. زي ما قلت لك ليوم الليلة الإيميل اللي طلبت فيه اللجنة يا وزارة التعليم العالي ردوا علينا، رسلت للوزيرة، رسلت للوكيل سي سي لإدارة التدريب، يا جماعة عاوزين معكم بس إيميل، عاوزين معكم بس اجتماع أونلاين، ما في زر رد علينا ليوم الليلة، ما في زر ردة. يعني ما في أقل من الطلب ده. أنا بتصور إنه نحن ممكن نطلبه ما عارفة. أنا هسه بطلبه تاني، بجدد وأكرر وكل يوم أنا هأطلبه إنه يفتحوا قنوات للتواصل و يعملوا معانا اجتماع بحيث انه نحن نوصل شكوانا دي دايركتلي وهم يوصلوا لنا عملوا شنو والما عملوه شنو بخصوص القضيه دي. انا اتمنى ذلك. والله يا اخي ده طبعا طلب يعني زي ما بقولوا شنو ابسط من البسيط، يعني اي زول لسه حاليا ممكن الناس تصل عبر الايميل، خصوصا احنا قطاع بتاع اساتذه جامعيين، يعني الايميل ده اساسي في كل شغلك وتحضيرك وتواصلك وتقديماتك والجرانس وغيره وغيره. لكن ما اعتقد انه نعم تفضل. لكن لما يتم يعني مقابلة الأستاذ الجامعي بالمستوى ده أو بالطريقة دي وبالأسلوب اللامبالاة والتجاهل وعدم الرد، يعني ده الأسلوب ده لا يليق بالأستاذ الجامعي ولا يليق بوزارة التعليم العالي حتى. طيب كلام كثير ومؤلم جدا جدا، وأعتقد أنه ما في واحد بيقبله، ما في أي سوداني بيقبله. نحن في السودان عندنا زي يقولوا glorification، بنعظم ونقدس الأستاذ، يعني قم للمعلم وفيه التبجيلة وإلى آخره. هذا المعلم نعم، من الحاجات اللي يعني في إشكاليات، لكن هي في الثقافة الراسخة بتاعتنا بتاعت ليكم اللحم ولينا العظم، يعني للدرجة دي الناس بتثق في الأستاذ الجامعي وبتديه حقه، وما في أمة اتقدمت لقدام من غير البحث والتعليم والتعليم العالي وغيره. فكون إنه يكون الأوضاع بتاع الأستاذ الجامعي يعني اللي هو ده الكريم اوف ذا كريم
بتاع السوسايتي بتاعنا سول اجتهدوا وعملوا 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 وصل للمرحله بتاعت الابتعاث. احنا مجموعه الباحثين السودانيين فيها اكثر من 600 الف دير كل يوم الواحد فيهم يا اخواننا دار لي منحه دراسيه وكيف القى وساعدوني في اكتب بروبوز الى اخره عشان يصل للحته اللي انتم فيها هسه بالضبط. يكون الزور اللي قاعد في حتتكم بالضبط عنده مشاكل زي المشاكل دي وما قادر يتواصل مع الزور المسؤول. انا بتذكر ايام الاعتصام كنا صابينها جنب نهايه شارع البلديه اللي هو جنب القوات البريه والخيمه بتاعت الباحثين السودانيين هناك. ولما بدينا الموكب بتاع الباحثين السودانيين لميدان الاعتصام بديناه من قدام الوزاره والمبنى ده كلنا دخلناه يعني قمنا فيه وحضرنا فيه محاضرات الى اخره. باقي لانه مبنى صغير ما كبير يعني الزول ممكن يقطعوا كده في 10 دقائق. وين بالضبط الحته البوتل نيك؟ يعني هل هو مكتب الوزيره، مكتب الوكيل، هل في زول مسؤول من الناس التدريب والبعثات؟ يعني وين تؤثر الملاحظه بتاعتكم؟ ما انتوا عملتوا اكسرسايز في تريسينج كل البوتل نيكس بما فيها عرفت انه في الخارجيه حاجه وزاره التعليم العالي ما وردتكم ليها. وين بتفتكروا البوتل نيك؟ يعني في مشكله بتاعت كوميونيكيشن واضحه، الوزيره قاعد ترسل بس وان واي وبيتكلموا كلام يعني عايم انه والله رسلنا انت تفسر بطريقتك وحولنا مبالغ، المبالغ برضه تفسر بطريقتك الى اخره. وين البوتل نيك بتفتكروا انتوا اساسا من التريسنج بتاعكم؟ والله اعتقد يعني صراحه نحن ما عارفين المشكله وين، يعني نحن يعني شنو عايمين مع نحن لا عارفين المشكله من إدارة التدريب بالتعليم العالي ولا عارفين المشكلة من الإدارة المالية بالتعليم العالي ولا عارفين المشكلة من مكتب وكيل وزارة التعليم العالي وما عارفين المشكلة برضو هل هي من بنك السودان ولا من وزارة المالية ولا التأخير مرات بيحصل من الخارجية. يعني لكن ديفينتلي التأخير ده من الحكومة عامة. إذا 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 إذا, إذا سمحت لي دكتور أنور أنا يعني زي ما قلت هي المشكلة يبدو إنها من أكثر من يعني هي ما في بطل نكاك شو الموضوع في أكثر من مكان. واضح في أول حاجة التضارب بتاع التصريحات عدم الشفافية في دي خلقت مناسبة يعني نوع من عدم المصداقية. يعني بقت كل ما تطلع مثلا تصريحات من الوزارة يزداد المبتعثون إحباطا فقط لأنه بتحس أنه موضوع فيه تسويف أو فيه عملية تخدير ما أكثر من كده. كمثال أنا يعني عشان نكون ناس عمليين، ما انت كوزاره عندك لائحه، ده الدستور بتاعك او ده القانون او ده القران بتاعك انت بتاع المؤسسه بتاعتك، بنحتكم فقط لهذه اللائحه. واحد يعني دائما التعاملات في الحالات زي في المؤسسات الحكوميه او حتى لو كانت خاصه ما يعني ما بتعتمد على عمليه العلاقات. يعني هي ما علاقات اجتماعيه، لا هي في نصوص واضحه بتوضح لي سير العمل والقوانين اللي بتحدني انا من ان انا اخطي او اظلم شخص معين، وفي نفس الوقت بتوفر تكافؤ بتاع فرص بين الافراد بغض النظر عن الجنس ولا الانتماء بتاع الجامعه او يعني كيفما كان. فالواضح تماما انه على الرغم من عدم توفر اللائحه مثلا بصوره واضحه او عدم يكون المبتعثين على اللوائح لانهم ما يعني في انا متاكد انه في مبتعثين ما عارف انه في لوائح اسمها بتاع تدريب ضروري لازم نعرفها صدفه بالضبط. نحن شخصيا انا واحد من عرفوا انه في لوائح بتاع التدريب بالصدفه، يعني عملت تريس للحياه وكنت بقول يا جماعه العمليه دي لازم يكون في ما يضبطها. يعني ما ممكن انت تكون بتبعث اشخاص ما عندك استراتيجيه ما عندك رؤيه، الاشخاص دي ممكن يخرجوا مثلا ما يرجعوا او مثلا يخرجوا ويغيروا التخصص بتاعهم او يعني امثله كثيره ممكن هذول يعني. تمام الكلام بتاعك ده بيسوقنا للي هو المحور الثالث اللي هو تعريف بلوائح التدريب وعدم توافقها مع شروط الابتعاث من دكتوره منال. دكتوره منال يا ريت توضح المحور ده تفضلي. طيب الحاجه اللي تعرفت لنا هسه ريسنتلي يعني مع بدايه قضيه المبتعثين اكتشفنا انه في لائحه اسمها لوائح التدريب الموحده لمؤسسات التعليم العالي لعام 2003 المعدله لعام 2010. يعني وحسب ان عارفين انه نحن انه ما حصل اي تعديل ثاني للائحه دي حسب معرفتنا يعني تمام اتحصلنا عليها بطريقه ما كويس. فهي اللائحه طويله يعني تقريبا زي 17 صفحه لكن انا ما حاخش فيها في تفاصيل الا في نقطتين بس اللي هي المهام بتاعت لجنه التدريب اللي تكونت من وزاره التعليم العالي
وبعض المواد المهمة باستحقاق المهتمة باستحقاقات المبتعثين في الخارج، تمام، وكيف هي متضاربة مع الحاجات اللي بيستلمها المبتعث او ما بيستلمها، تمام. فمن من المهام بتاعت لجنة التدريب اللي هي متابعة أداء المبتعثين في الخارج، تاخد منهم تقارير دورية وبشأنهم، ومثلا اتخاذ ما يلزم من إجراءات، يعني سواء كان إجراءات إدارية ولا إجراءات مالية أو إجراءات قانونية في حالة واحد من الأساتذة الجامعيين مثلا ما جاء في فترته، اتأخر ومن غير أي مبررات، تمام. وتاني نقطة اللي هي إنشاء قاعدة بيانات للتدريب، اللي هو لازم يكون في إدارة التدريب سواء كان في الجامعة ولا في وزارة التعليم العالي قاعدة بيانات داتابيس فيها اسم الأستاذ الجامعي، الفترة حقته، التخصص اللي مشى ليه، هل هو مبتعث في الخارج ولا في الداخل، الفترة كاملة مثلا، أو مثلا الفترة البحثية اللي هيقعد فيها، تمام، الكلية والتخصص والتفاصيل دي، هل هو هيمشي براه ولا مع أسرته، والتفاصيل دي هي داتا بيز يعني. وهي دي الحاجة اللي احنا للآن برضو احنا ما قادرين نتعرف على كل المبتعثين في العالم. احنا طلبنا في فترة لما كنا عايزين نقدم خطاب للوزيرة، عايزين قوائم الناس المبتعثين عشان نتواصل معاهم بيرسونالي، انه يا اخواننا انتوا برضو متضررين زينا، فنحن نتلاقى كأسرة عشان احنا نقدر نتناقش في القضايا الحاصلة دي ونحل مشاكل بعض، تمام. والحاجة اللي هي ما حصلت لأنه ما عندنا accessibility للموضوع ده، خلاص. آخر نقطة اللي هي من مهام التدريب المكتوبة في اللائحة، النظر في قضايا المبعوثين مع جهات الاختصاص ومتابعة طلبات التنميه. جهات الاختصاص هم قصدهم مثلا قضايا المبتعثين، سواء كان مثلا مشاكل إدارية في جامعاتهم، مشاكل مالية، بنك السودان ولا وزارة المالية، والتفاصيل الصغيرة زي دي. فدي المهام المخطوطة في لائحة التدريب، اللي هو نحن للآن النقطة الأولى متابعة أداء المبتعثين ما حاصلة نهائي، تمام. النقطة الثانية إنشاء قاعدة بيانات للتدريب، إحنا إنشاءنا قاعدة بياناتنا برانا صراحة يعني عشان المشكلة الحاصلة دي، خلاص. النظر في قضايا المبتعثين، للأسف قضايا المبتعثين دي اتسلمت للوزيرة شخصيا واتسلمت لمديرة الجامعة شخصيا، ومديرة الجامعة برضو هي يعني سلم لها خطاب وتفاصيل. أنا ما عارفة بالنسبة لباقي الجامعات، لكن إحنا بنتكلم عن جامعة الخرطوم، إن إحنا قدمنا خطاب نفس الخطاب اللي اتقدم للوزيرة، لكن عشان شنو مديرة الجامعة تكون عارفة إنه في مبتعثين منسوبين جامعتها حصل لهم مشاكل في الفترة دي وما استلموا الاستحقاقات، فرجاء يا مديرة الجامعة شوف لنا الموضوع شنو، أو مثلا هل يكون في حلول مستعجلة أو استثنائية على الأقل للـ urgent cases. وفي النهاية للأسف يعني ما كان في أي فيدباك للخطاب، ولا تمت مقابلة اللجنة الممثلة من قبل مديرة الجامعة، وده طبعا براو موضوع، خلاص. فأنا بس عايزة أركز على واحدة من النقاط، أو تقريبا 4 نقاط بس من المواد المذكورة في اللائحة، المادة 5.21، يستحق المبعوث خلال الفترة الدراسية 4 تذاكر فقط للزوجة، للمبتعث والزوجة واثنين من الأطفال، مرة واحدة بس في السنة، تمام. وده للمبتعث الماشي فترة دراسية مثلا 2 سنين للناس الماجستير، أو 3 سنين والبي اتش دي، خلاص. المشكلة أنا هتطرق لكل مادة والمشكلة بتاعتها. المشكلة إنه في ناس مبتعثين سافروا والوزارة ما صدقت لهم إلا للتذكرة للمبتعث فقط، وما عندها شغل بباقي الأسرة، تمام. الحاجة دي أنا ما قاعدة أقولها، الحاجة دي هي حاجات حاصلة للناس وحكوها لينا كواحدة من القضايا عشان إحنا نقوم شنو نسيرة يعني في المجتمع. تاني حاجة فيما يخص التذاكر، الناس اللي قطعوا تذاكر كويس بالدولار، مثلا عايزين مثلا يعملوا يغيروا في حجز ولا استرداد للتذكرة، فوزارة التعليم العالي قالت ليهم إحنا بنقدر نديكم القروش، ما هنرجع لكم بالدولار، هنرجع لكم بالجنيه السوداني بسعر البنك. فده فيها مش تضاء يعني، دي مش في... دي, دخ... دي خسارة فادحة يعني في المبلغ اللي أنا دافعه، عشان أنت تجي تقول لي
انا هدي لك بيت سوداني وبسعر البنك، وانا اصلا مشتريه بالدولار، التذكره حقتي دي او تذكره الاسره، تمام. ثاني شيء الماده 522، تسدد المؤسسه، يسدد التعليم العالي للمؤسسه التي يدرس بها المبتعث الرسوم الدراسيه، رسوم التسجيل، رسوم الامتحان. الثلاثه رسوم دي كويس ابدا ما حاصله، ما حاصله يعني العلاوه هي عباره عن $1000 فقط للمبتعث، المبتعث العازب مثلا. خلاص ألف يفترض دولار، المبتعث معلش يا منال، على $1000 لمبتعثين اوروبا، فهي بتختلف من حته لحته، لكن هي واصله $1000 لمبتعثي اوروبا، وال1000 دولار للشخص الاعزب. افتكر هي بتختلف، بتبقى 1200 ولا 1500 للمتزوج وعنده اطفال. خلاص، لكن من داخل هذا المبلغ لازم يكون دافع منه الرسوم الدراسيه ورسوم الامتحان ورسوم التسجيل، ودي الحاجه اللي بتحصل، بتعمل خلل ذاته في القروش اللي بيستلمها المبتعث. يعني مثلا $1000 دي هي مثلا بتعمل لي 880 يورو رسوم التسجيل. سلمى 350 صح؟ 50 320 سنتو 320 دي بس رسوم التسجيل، تمام. وفي ناس احنا ليه الان يعني ما عارفين انه في ناس بيدفعوا لهم رسوم دراسيه. في بعض الجامعات الجامعه هي المتكفله بالرسوم الدراسيه. نحن كجامعه الخرطوم، انا حسب علمي، انا ما في زور صراحه، حسب علمي انا بتكلم عن باقي الناس، جامعه الخرطوم او مثلا كليتنا ما قاعد تدفع الرسوم الدراسيه للناس المبتعثين. النقطة المهمة اللي هي نقطة التأمين الصحي اللي هو المادة 622، يستحق المبعوث في البلاد التي لا تأخذ معلش بنظام المقاطعة منال، مع انه الحاجة دي موجودة في لائحة التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي، انه يجوز للجامعة دفع جزء من الرسوم اذا كانت رسوم دراسية او رسوم، يعني كيفما اتفق. ايوه زمان قالوا جامعة الخرطوم كانت بتدفع $500، بعد ذاك بقت ما تدفع. انا الموضوع ده فعلا افتكر كله بقى تابع للتعليم العالي. خلاص والكلام ده كله، هي المواد اللي انا بذكر فيها دي قاعده لائحه، بتاع لائحه التدريب الموحد لمؤسسات التعليم العالي. النقطه المهمه هي هنا اللي احنا كلنا اتفاجئنا بيها، اللي هي مشكله التامين الصحي. الماده 622، يستحق المبعوث في البلاد التي لا تاخذ بنظام التامين الصحي بدل للعلاج. يعني انا بيكون عندي بدل العلاج كحد أقصى مرة أثناء البعثة وبعد اعتمادها من السفارة. أي مبتعث عنده أسرة بياخد $600، المبتعث اللي عنده مثلا زوج فقط يعني ما عنده أسرة بياخد $500، المبتعث الأعزب بياخد $300. ده للبلدان اللي هي ما فيها تأمين صحي بياخد حاجة اسمها بدل للعلاج. بالنسبة للمادة 722 اللي هي بيستحق فيها المبعوث في البلاد التي تأخذ بنظام التأمين الصحي، سواء كان تأمين خاص ولا حكومي تابع للبلد، في التأمين للمبعوث ومعه الزوجة والأبناء. يعني في الحالتين لازم التعليم العالي، وزارة التعليم العالي تكون بتدفع لي حق التأمين الصحي، سواء كنت أنا ولا أولادي أو الزوجة. ودي الحاجة اللي هي ما حاصلة كله لأي من المبتعثين. خلاص دي المشاكل باختصار، اللي هو عدم توافق بعض النقاط. انا ما تطرقت في باقي النقاط، لكن دي النقاط المهمه اللي هي بتاثر على علاوتي، انه انا بطلع من علاوتي قروش السكن، الاعاشه، المواصلات، التامين الصحي، والمصرفات الخاصه من اكل وشراب وكده يعني. خلاص، غير انه في ناس بيدفعوا الرسوم الدراسيه ورسوم الامتحان ورسوم التسجيل من المبلغ نفسه. فالمبلغ ده بالنسبة للدول في أوروبا، سواء كان بريطانيا ولا سويسرا ولا ألمانيا، هو مبلغ ضئيل جدا يعني. بس أنا بقبله ليه؟ لأن أنا في النهاية عايزة أتأهل أكاديميا. يعني شنو، أنا بحاول إنه أنا أعيش في تقشف عشان أنا الأدنى. أقدر، أيوة عشان أنا أقدر إن أنا أتحصل على الدرجة دي، وأنا أصلا جاي لي هدف. لكن كمان لي لو جيت النرويج راح تعمل ايش؟ ما حنجي. لكن انا اقوم للاسف كمان القروش البسيطه اللي انا باخدها دي كويس ما برضو ما تجيني في وقتها،
واصلا هي ما تجي. نحن هسه من بنتكلم عن ناس ما اخذوا زي حسن من شهر اكتوبر مثلا. انا ذاتي مما جيت هنا ده من شهر يناير ما استلمت اي مبلغ ليوم الليله. انا متاخراتي من معلش بس تصحيح، انا متاخراتي من ديسمبر 2019. ديسمبر في ناس عندهم متاخرات من اكتوبر. ايوه عشان انت ما عليك ضحيه في العيد الجاي ده. والله ضحيه ولا انا خلاص كلكم. طيب الخبر قاعد في الفيلم خلص. طيب يا اخواننا انا شايف في امبليكيشنز يعني هتكون نيجاتيف شديده جدا جدا علينا نحن، مش كقطاع بس بتاع اساتذه الجامعات ولا كناس يعني مبتعثين ولا بتاع، وانما كدوله كسودان. الليله انا وعميد كليه في جامعه سعوديه تمام، ترى اجيب لي اساتذه من السودان تمام. ف الحاجه دي موجوده في الاعلام السي تمام، بقدر اعرف من اي سورس من اي جامعه ولا بتاع الاوضاع بتاع الخريجين بتوع الجامعه اكس ولا واي. العالم بيجي مفتوح ومقفول في بعضه كده، ما في واحد اكلو خفاش في الصين كتمت في الناس البرازيلي، يعني البوتر فلاي افكت شغال بصوره فعاله. التاثير بتاع الكلام ده ممكن يكون على سوق العمل في قطاع التعليم العالي، ونحن هسه حاليا في كميه بتاعت اسر شايلنا مغتربين من قطاع اساسه الجامعات في الجامعات في المنطقه اللي حوالينا. من جانب ثاني الطلاب الجايين في الطريق عشان يمشوا للمنح دي بالتالي ما هيكونوا فيفربل. انا شخصيا من تجربه شخصيه قبل كده، في واحد شاب سوداني قال عاوز منحه دراسيه ونحن قاعدين طالب دكتوراه انا في كوريا الجنوبيه، وساعدنا ولحد ما تم قبوله اي حاجه ما جاء. البروفيسور قال ثاني ما داير زول من السودان، انتهينا يعني اتقفل الباب ده وانس اند فور ايفر، رغم انه كان ممكن يكون مستمر كل سنه يجي طالب واثنين وثلاثه واربعه. وبعض المرات بيكون في تاثير حاجات صغيره، يعني حتى نحن المنح اللي اتفتحت للناس قبل كده في جامعات ما كانت popular بالنسبه للسودانيين في دول غريبه، الكلام ده جاء من انه الناس عملوا performance كويس، عملوا بحوث ممتازه وكانوا شغالين ما كانوا بيتعرضوا للستريس. شنو الامبليكيشنز بتاعت الكلام ده؟ يعني ناس كبيره انت قلت واحده منها بتاعت انه والله اخي بقى ما في تراست للمنحه بتاعت التعليم العالي الجايه من السودان. شنو ثاني التاثيرات السلبيه اللي ممكن تجي في الحته دي؟ واعتقد انه معانا في الروم هنا ده عدد كبير جدا من طلاب الدراسات العليا والاساتذه الجامعيين المبتعثين لحتات ثانيه. قبل كان في منه من تركيا يا سلمى ولا أيوة. منال احمد مش كده؟ عباس ايوه احمد عباس موجود مش كده؟ ايمن الفاتح برضه ايمن الفاتح يا ريت بس تستخدموا الريس هاند عشان نشوفكم. احمد في واحد يا اخوانا، في ناس في الفيسبوك قالوا دايرين مشاركات يا اخوانا. البدايه ده بالتسجيل، في لينك رابط للتسجيل سجل بيجيك طوال الرابط بتاع الزوم بتجي داخل هنا ده. احمد وايمن وينهم؟ ما شايفون انا احمد وايمن تمام. شنو الامبليكيشنز السلبيه اللي في ايوه اوكي احمد عباس حبابك، يا ريت تعرف بنفسك ومبتعث من وين والى اخره. السلام عليكم. مساء النور. اول شيء التحيه لمجموعه الباحثين السودانيين لتطرقها للموضوع المهم والارجنت ده، والتحيه لك. نعم احمد عليك الله، بس النور بوراك ما خلينا نشوف وشك، فلو بس قبلت زحيت كده شويه. ايوه عشان الناس. انا احمد ابراهيم مبتعث من جامعه السلام اللي هي غرب في ولايه غرب كردفان مدينه الفوله في جامعه اتاتورك كليه الطب البيطري قسم التشريح. نحن انا عن نفسي جيت وفق اتفاقيه بين جامعتين، جامعه السلام وجامعه اتاتورك. الاتفاقيه دي كانت نتاج لعمل قام بيه زميل سبقنا دكتور اسمه دكتور موسى، جاء وكفاءته اداؤه العالي ومشاركته الفعاله ومنتوجه البحثي خلى الجامعه انها تكون راغبه في انه يكون في اتفاقيه تتيح لمجموعة من الباحثين من نفس المكان الجميل والأستاذ المميز ده يجوا يكملوا دراساتهم العليا في الجامعة دي. وفق الاتفاقية دي أنا حصلت على الفرصة دي وجيت لتركيا. زميلي القبلي كان عايش في ظروف أفضل، وضع أحسن، كان منتوجه عالي. يعني إحنا سيما جينا يعني أنا وصلت لي حوالي 9 شهور
منتوجنا كان برضو جيد، يعني احنا شاركنا في مؤتمر دولي هنا في تركيا باسم جامعتنا وباسم السودان في النهاية. لكن حاليا انا همي وتفكيري وكل المنتال اكتيفيتي بتاعتي كلها بقت متمحورة في انه انا حقدر اعيش كيف، حاكل واشرب كيف، حوفر حق الايجار كيف، انا في مدينة درجة الحرارة فيها بعد شهر بتصل -30، انه انا تكلفة التدفئة العالية، مع انه انا في اواخر الشتاء الفات ده نحن كنا موجودين مجموعة برضو موجودين مع بعض، تدفئة كانت ما في، يعني كنا بنرجع للإنسان البدائي ده حال بتاع أستاذ جامعي مبتعس عشان يطور نفسه، وكلنا عارفين إنه الابتعاس الشغل الخارجي اللي هو التدريب الخارجي نوع من التطوير. أنا جاي عشان أطور، برجع بعيش بسلوك الإنسان البدائي الأول نتيجة لعدم شفافية، عدم وضوح، عدم احترام. الشيء المؤلم كان بالنسبة لنا إنه زملائنا من الدول الثانية كانوا في ظل الكورونا بيتلقوا اهتمام من دولهم باعتباره هم رأس الرمح في تنمية بلدانهم دي، بلدانهم بتديهم مسجز إنه احنا والله خاتين الأمل عليكم وإنتوا حياتكم كلها مهمة بالنسبة لنا، فكان بيلقوا دعم معنوي أكثر من الدعم المادي. ونحن يعني لحد الآن الناس كلها الحاجة الأرجنت الدعم المعنوي والدعم المادي، الاثنين نحن كان نصيبنا فيهم صفر كبير. الإخوة بيتكلموا عن إنهم هم صرفوا شهر يناير، نحن قاعد نسميه الشهر اليتيم لأنه لا عنده أبو لا أم جاي كده براه كده لحد أسان، نحن شنو ما صرفناه هو ذاته. يعني لك أن تتخيل أخي الكريم إنه نحن بقينا تفتش في معارفك إنه أدخالتك الزاملك في الأساس عنده زول بيعرفه بنك السودان عشان تشوف القروش دي وصلت وين، لأنه ما في زول بيديك معلومة كافية إنه والله رغم إنه في شباب اللي هي اللجنة اللي بتمثلنا كمبتعثين بتحاول تتواصل، بتحاول تصل، بتحاول تقطع شوط في الموضوع ده وإنه القروش تصلنا وتتواصل مع الوزيرة ومع الجهاز ذات الاختصاص. أنا المسؤول مني مسؤولية مباشرة إدارة التدريب، يعني أنا بتبع لإدارة التدريب، يعني أنا لو ما حصل المشكلة والانقطاع الحاصل أسي ده أنا ما كان طلبت إني أتواصل مع وزيرة ولا وكيل، كان التعامل والشني المفتوحة بيني حتكون معمنو مع إدارة التدريب، إدارة المالية، وكيلي في السودان حيستلم المبلغ حيرسلوا لي بالطريقة المتعارف عليها. التغيير اللي حصل في طريقة الإرسال دي عمل لنا مشكلة، بدل ما نحن كنا بنتابع بس في وزارة التعليم العالي إنه علاوتنا أو إعاشتنا وصلت وين، بقينا نتابعها في وزارة الخارجية وفي وزارة المالية وبنك السودان. قبل الأساتذة مشكورين يتكلموا عن موضوع إنه القروش كانت ما متاحة لنا لأنه الأولوية للخبز، أن إحنا برضو والله خبز يعني القروش اللي جينا من السودان تكفي للخبز فقط، يعني إحنا أصل الأولوية بتاعتنا برضو كانت للخبز، يعني ما ليه شيء تاني لغير الخبز، يعني يتكلموا عن سويسرا والحد الأدنى للدخول، يعني أن إحنا بنعيش على الكفاف والحد الأدنى، فبرضو دي أو يعني وده سوداني باعتبار إنه إحنا بلدنا كان فيها ثورة عظيمة شهداء لهم الرحمة والمفقودين إن شاء الله ربنا يردهم والجرح ربنا يشفيهم. الثورة دي ثورة بتاعت وعي وتغيير الشعوب والأمم وتطورها مربوط بالبحث العلمي ورأس الرمح في عملية البحث العلمي اللي هو الأستاذ الجامعي والتدريب فيعني لك أن تتخيل يعني الوضع الآن، يعني الوضع بعض الناس بيقولوا مأساوي لكن كلمة مأساوي ما بتكفيه كلامه. الوضع فوق للمأساوي، يعني حتى أحوال الناس، يعني الناس تستدين الآن من السودان، يعني بيجي الواحد يعني بيعمل له دفتر كده زي حق الدكان ده، أنا إكس من الناس مبادرة الباحثين سلفتنا حلقة نص ساعة وتكلمنا فيها، فلكنه قدورة بكون أنت
محمد وخالد واكس ده سلفنا 20 ده سلفنا 30 لانه انت ذا احنا عايشين لحد ياسي ده الشهر السابع كده. ونحن حتى الان في شهر يتيم يتيم الاب والام ما عارفين انه ذاته مكان وين بالنسبه لنا نحن. بيقول لنا انه في بنك السودان جاي شعار لاستفاره في انغر انه وصل لكن احنا ما وصلنا. المجتمعات اللي احنا عايشين فيها ما بتتخيل انه ممكن انت تكون مبتعث من بلدك لمدة 7 شهور ما وصلك مبلغ نهائي. يعني الكلام ده unbelievable. يعني انت انا لما اقول الكلام ده لزول هو بيعتبر واحد من اثنين، يا يعني اما انا بكذب عليه ويا اما انا بكذب عليه. فما في زول بيتخيل حاجة زي دي انه والله يا اخي المبلغ ده بضاءته انه ما وصلني من بلدي. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. وانا طوالي قاعد اقول لزملائنا ان شاء الله عقبال الخير يترادم والدنيا تمشي دغرية ونرجع بلدنا ان شاء الله نبنيها. وفي ظل الظروف دي يعني احنا والله يعني في ظل الظروف الحرية دي زول ما نسى قضيته الاساسية جاء عشانه وشغال فيها ومذكر انه ما الحكومة بس ودار ياخد علم عشان يشي عشان طلابه عشان مجتمعه عشان بلده عشان حنبني وإن شاء الله. شكرا جزيلا. الله حنبني. شكرا لك يا أبو حميد. يا الله رسالة جميلة جدا جدا جدا. الله يديك الصحة والعافية. أنا دار الله يعافيك يا حبيب. يعني نفس النظام يعني بتاع الصحابة بتاع الناس يعني قاعدين تحت الشجرة وكده وبتاع ودار تصل لأي زول بتصل إخواننا. ما في تويتر. أنا برجع تاني بقول في تويتر. يعني إذا كان الوزير عنده أكاونت في تويتر تتكلم فيه ليه ما قاعد تستخدم تويتر؟ أنت رزق على السؤال ده؟ دكتور إحنا استلمناه وزي ما قلت لك إنه بعد 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 ما إنه وزارة التعليم العالي ما ردت على الخطاب اللي رسلته اللجنة بيخص إنه يتواصلوا معانا إلكترو أونلاين إنه نعمل اجتماع طوالي بدأوا الأساتذة إنهم يصعدوا بشكل فردي لأنه ال اللجنة ما هي بتاخد الأصوات حقت الأغلبية فالأغلبية رأوا إنهم ما عاوزين يصعدوا وبالتالي في بس مجموعة من الأساتذة هم اللي لجأوا للتصعيد كحل بحيث إنه يوصلوا صوتهم ليوم الليلة ولحتى هذه اللحظة. أنا قبل شوية مسكت تلفوني بعمل في هاشتاج اسمه مبتعثي التعليم العالي بنزل كلام في الهاشتاج ده وفي كل تويتة بتنزلها الوزيرة لها علاقة بالابتعاث لها ما عليها علاقة نحن بنتكلم في خصوص الموضوع ده. فنحن نهائي ما سكتنا. شفت من نهاية شهر 5 نحن يوميا 24 ساعة بنتكلم في تويتر عبر الهاشتاجات وفي حساب الشخصي نفسه وفي حسابات الشخصيات أي زول ممكن يعرف الوزيرة من قريب أو من بعيد. تمام. يعني أنتوا عاملين الجهد بتاعكم الإعلامي بتاع إنه توصل الرسالة بتاعتكم وcontinuously يعني ما وقفي. بالضبط كده نهائي ما وقفت بالضبط كده. تمام. منال دكتور منال عندك داخل. أنا عندي بس تعقيب يعني عليه كلام سلمى عليه كلام سلمى إنه نحن للأسف بعد التصعيد يعني حصلت لنا مواقف من ناس النظام انه انتوا ليه صعدتوا ليه تطرقتوا انه انتوا تعملوا ليه تنشروا الموضوع اعلاميا يا اخوانا ناس الغطغطه والدزدز ناس الغطغطه والدزدز بس ايوه يعني يا اخوانا نحن اساتذه جامعيين ونحن عندنا مشكله مشينا بالدرب العديل ما نفع اكيد نحن حنمشي بالتصعيد وكما التصعيد زاد وما جاب فائده اكيد حنمشي ليها قانونيه ما انت في النهايه عندك كونتراكت معي انه انت حتدعمني فترة معينة من الزمن وأنا حديك كده شهرياً أو حسب ما قالت الوزيرة سيدة الوزيرة في تويتر إنه نحن إنه الوزارة كل شهرين بتسلم المبتعث الحقوق حقته حسب الكلام هي حقها تمام. فأنت فترة بتاع 7 شهور رديت على المبتعث في تويتر وليس في خطاب رسمي خلاص. لا أسي يا أخوانا يعني دقائق كده بس أنا ده أفهم أسي دي أنا ده لو كنت مزور من أي حاجة إن شاء الله البغالة في نهاية الشارع لو في زول لمدة 9 شهور عنده معاه أي إيشو مش ممكن بطل أدفع له وسمع التلفون أسأل منه شكرا جزيلا مش... أيوة أكيد أيوة. أنتم مش زملاء الوزيرة والوكيل الاثنين في جامعة الخرطوم نفس الجامعة definitely يا دكتور definitely طبعا يعني
مش بس يعني اللي حصل انه في ناس نقلوا مكاتبهم مثلا من جامعه بس الخرطوم شارع وقت لي الجامعه مشكلة لشارع يعني. البلديه اللي هو أيوة شارع بس فرق. هل ما في حاجه اتغيرت يا اخواننا؟ ما في شيء اتغير؟ والله يا دكتور أنور، يعني من الواضح كده إنه هو في خلل إداري من ما الورق بيتقدم أصلاً. أنا بتكلم أنا على المستوى بتاع الوزيرة ولا الوكيل، أنا بتكلم عن خلل إداري أصلاً. تبعات الموضوع، أنت لما تجي تاخد ورقك كمبتعث، والله أنا عندي فترة كده 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 يدخلوني في لجنة، خلاص اللجنة والله ما بتعقد إلا تتم عدد 10 كيسز حتى نحن بنعقد لك الاجتماع حقك. طب انا ما عندي زمن كده، انتوا قاعد تاخروني خلاص. انا بقدر، انا كده ما بقدر اخذ مواعيد في السفاره عشان انا اقدر اقدم اخذ فيزتي في زمني وابدا السيمستر حقي في زمني خلاص. بعد ما يتم الاجتماع حقهم في اخر ياشر يا قالوا لي اوكي خلاص حندعمك، لكن مثلا ما حنديك الحاجه الفلانيه، او مثلا احنا حندعمك فول فاندد. طيب انا مستحقاتي دي اقدر اخذها 200، ما ياهو تدوني ليها 3 شهور مقدم، يا تقول لي امشي واجي وامشي واجي، ودي الحاجه اللي قاعده تحصل. يعني تخيل انا استاذ جامعي من جامعه الخرطوم بتوطح كل يوم امشي من وزاره من جامعه الخرطوم لوزاره التعليم العالي للشؤون العلميه، جامعه الخرطوم وزاره التعليم العالي للشؤون العلميه، عشان انا اكون ساكه الورق حقي ده، وفي النهايه اكون منتظره الأستاذ الإداري خلاص يجي مكتبه. ده في حال جه، وفي حال ما جه ده كمان موضوع تاني عادي يعني. بس الزول الإداري ده ممكن يكون هو ماسك زمام الأمور كلها، والله الزول ده هو اللي ماسك الموضوع ده، انتظريه. ما في ترانسبيرنسي ولا في ما في أي accountability. شفافية، بس انتظر الزول ده هو اللي في يده يعني جرة القلم حقته وهي الحاسمة عارفة في خلاص. على محاضرة الرغم من إن وزارة التعليم العالي ده مثلا، أنا بتكلم مع على الطابق الرابع اللي هو أفتكر حسن حيخش في الديب ان شاء الله في الموضوع ده كويس. ففي عدم شفافيه، او بتحس انه كل مكتب قائم بذاته، الزول اخوانا ده الفلاني مش شغل هو الدوله ماسك حاجه العميقه. لما نقول دوله عميقه مش اكزاكتلي ده الحاجه اللي بتعملها. بص انا اقول لك حاجه يا دكتور، انا صراحه يعني الحاصل في الوزاره، انا كنت مع الوزاره حقيقه من 2010، كنت بعث داخليا لنيل درجه ماجستير في الوزاره الجزئيه في القسم، في نفس القسم، وكنت مفرغ جزئيا في الوقت ذاك. طبعا علاوه الابتعاث الداخلي كله، انا اصلا ما اشتغلت منه كثير ولا قدمت ليه ولا مشيت سكيت، لانه عارفه انا ممكن اكون صرفت الضعف 3 مرات، او يعني مش 3 اضعاف في المواصلات عشان فقط اتحصل عليه، فنسيت الفكره دي تماما. فيبدو لي انه الاشكاليه كانت يعني بنتكلم عن انه الدوله عميقه، او يعني الحاجات الشبح المبهم اللي احنا ما قادرين نحدد الماهيه بتاعته دي، انا لا اعتقد انه اختفى على الاقل من الوزاره، لانه ما زلنا نحن الان بنتعامل بنفس الاشكاليه، ما زلنا بنعاني عشان تقابل مدير اداره التدريب، العمليه بتاعت التواصل بيننا وبين اداره التدريب، رغم انه لما تم ابتعاثنا وفروا لنا ايميل، تعاملوا مع الايميل ده، هو طبعا كان ايميل شخصي لكن كان تحت مسمى اداره التدريب، فبالنسبه لنا كانت ما في اشكاليه. بمفترض تفيد الوزاره بمجرد الوصول عبر السفاره انه والله حصل كذا 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 كذا، وانا كنت قد ارسلت ايميل بمجرد وصولي انه والله يا جماعه انا حصل لي كذا 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 وتاخرت في كذا وكذا وكذا. الكلام ده في 2017، وحتى الان لم يتم الرد على الايميل اللي انا ارسلته للوزاره عبر الايميل الرسمي اللي قالته الوزاره. دي واحده من الاشياء. فليه انا مثلا كمبتعث بحاول التزم باللوائح؟ انا اصلا في الاول ما كنت عارفها تماما، لكن كنت بمشي على بلايندلي على اساس انه يعني فطرتي العملية خلتني مثلا يعني أكون مثلا موجود في الجامعة 5 أو 10 سنة، ورتني إنه العمل المهنية بتاعتي بتقتضي إنه أنا يعني في ريبورت الوصول بتاعي وفي ريبورت الحياة الثانية مثلا. فما كانت في صراحة أي عملية بتاعت تواصل مع الوزارة، وكل اللوائح الموجودة في 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 أوراق الوزارة المتعلقة بالتدريب بنجد إنه إدارة التدريب هي أول من يضرب بها عرض الحائط. متابعة المبتعثين، مشاكلهم وتقصيها، يعني أنا من غير ذكر أسماء، من غير ذكر مناصب، عندي إشكالية مع إدارة التدريب. كانت عندي مشكلة بتاعت إقامة مفترض تنتهي في شهر أغسطس، تواصلت مع إدارة التدريب وتم التهرب مني مرتين، حتى اتصلت هاتفيا، هاتف مباشر، رغم أنه الاتصال من هنا مكلف، وأصلا أنا لي 7 شهور ما استلمت قروش، ف يعني وجدت طريقة فاتصلت على
فترة التدريب ولم أتلقى ردا، وحتى الآن قدمت للإقامة أو ما قدمت للإقامة، وزارة التعليم العالي ما عارف الحاجة دي، ولا كلفت نفسها أو ولا كلف نفسه الشخص في إدارة التدريب إنه يتصل يتابع معي. ومشكور جدا 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 من هنا مدير إدارة التدريب في جامعة الخرطوم، يعني هذا الشخص أنا ما داير يعني أمجد شخص، لكن صراحة التعامل العالي بتاعه والمهنية والفلكسبيليتي في 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 تعاطي المشكله اللي كانت حتمر بي، انا كان ممكن افقد الاقامه حقتي ببساطه بالمناسبه، اضطر ارجع السودان عشان افقد فتره ثانيه بتاعت عمل، الله اعلم ممكن الوزاره مثلا ترجع علي مثلا مره ثانيه او تعتبر علي في 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 تمديد او يعني ده طبعا ده لو الوزاره بقت ولا الوزيره بقت ولا الحال بقى زي ما هو. يعني في اصوات كثيره بالمناسبه الفتره الاخيره بتقول انه والله وزاره التعليم العالي ذاتها ما المفروض انها تكون موجوده وتكون هيئه تابعه لوزاره التعليم، والجامعات تكون عندها اوتونومي كامل في كل العالم، الجامعات بتدير امورها ذاتيه ما محتاجه زول يكون قاعد في راسها، هارفارد ام اي تي اوكسفورد كامبريدج كل الناس دي بيعملوا شيء من غير وزير التعليم بيعرف الحاجات دي في التلفزيون، اول زور المعني بيعرف الحياه دي التلفزيون، لانه الجامعه عندها الشخصيه الاعتباريه بتاعتها بتاعت التعليم. صحيح. في ايام الاعتصام بتاع القياده العامه دكتور تامر محمد احمد اللي هو في قسم الاجتماع في جامعه الخرطوم قدم لنا محاضره قيمه جدا، انا اتمنى انه الناس كلها تحضرها، اسمها مستويات تسقط بس. يعني هل بذهاب البشير سقطت بس؟ هل بذهاب المجلس العسكري سقطت بس؟ والى اخره والى اخره. فيها تفاصيل رائعه جدا جدا، وفيها بتكلم على المساله بتاعت عدم يعني احترامنا لبعض وعدم يعني تواصلنا مع بعض والاكاونتابيليتي والكده. في الحته دي بتاعت شنو المطلوب يا تعمقي مطلوب في المجتمع عشان نقول انه والله يا اخي احنا الثوره بتاعتنا نجحت. اعتقد ان احنا بعيدين جدا جدا يعني من انه نقول انه والله الثوره بتاعتنا قريبه. اذا كان دي ثوره وعي ليست ثوره جياع ورغيف وخبز، فاعتقد اننا ابعد ما نكون تماما عن يعني الشعارات دي، عشان برضو ما نقوم نفكها في نفسنا ونسمع نفسنا كلام بيعجب نخبنا وكده وبتاع. فهي لو ثورة جياع خلينا نقول انها ثورة جياع وما في مشكلة، دي الحقيقة. لكن الوعي اللي بيحصل ده ما عنده اي علاقة بالوعي بصراحة شديدة، والواحد يعني اسف جدا جدا لحاجة حصلت. في سماح مكاوي هنا، سماح تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله بس الصوت يكون واضح، لأن أنا من السودان. أنا سماح الحسين محمد أحمد مكاوي، مبعوثة في ألمانيا جامعة برلين الحرة ومن العالقين في السودان. فأنا زملائي وأخواني الأعزاء دي كلهم قالوا يعني كلام مهم وكثير وغطوا كل الجوانب، بس أنا عايز أكد على بعض النقاط اللي ذكروها. إحنا فعلا مشكلتنا في الأول كانت seem to be mal communication، لكن هو الموضوع شكله أكبر من كده. فلحد الآن إحنا التواصل صعب، إحنا تواصلنا مع كل المستويات، من الناس المحاسبين الصغار بنسجل عندهم، الوكلاء بيمشوا يسجلوا عشان يستلموا العادي، الوزير ما خلينا مكتب ما عرف قصتنا. في جامعة برضو من الرؤساء الأقسام العمدة الناس كلها حتى من الشؤون العلمية حتى معانا عارف المشكلة حقتنا دي. التصعيد الإعلامي طرنا كل الوسائل، التصعيد فيسبوك تويتر مقالات في الصحافة لايفات كم حاجة يعني. فالحياة وبرضو زي ما أخوتنا منال وسلمى وحسن والجميع عارفين حتى وصلنا للمجلس السيادي، فما عارفة ليه ما تحلت الحاجة دي. بنسمع إنه القروش تحولت وما تحولت، هسي في حياة تانية كثيرة يعني مثلاً في يقال مثلا الزول المبعوث لما يرجع لو عنده متاخرات ما ممكن ياخذها بالعمله الصعبه، ممكن بالسوداني يعني يكون مستلفه بالدولار، هسه ده حيسددها كيف؟ غير كده في حته استردادات بعض التذاكر والحياه زي دي، لما في مستحقات بتتعم ما عارف هل في تعمد في تاخيرها لو حد الزول ما يسهج ويخليها. في كثير من الزملاء حتى هسه معنا في اللايف تركوا بعض المستحقات حقتهم خلاص تقبل السكر كثير. هسي احنا برضو مستحقاتنا اللي تحولت لبنك السودان من يوم 4/6 خطاب الوكيل ليه الان ما تحولت للخارجيه، وسمعين الرقم بالملايين واحنا بنسمع انه بيصل بالالاف، يعني في something wrong وما في ليش نو فولو اب للحاجه دي. انا توقعت انه حكومه الثوره بروف انتصار انا كنت يعني احتكيت بها بيرسونالي، يعني كنت متوقع منها اكثر من كده.
السيد الوكيل برضو يعني ليه هم ما متابعين الشكل الكافي اللي بيحصل شنو؟ ليه احنا عارفين؟ معقول احنا نكون عارفين اكتر حاصل شنو بالنسبة للقروش مشت وين اكتر من ولا شنو يعني؟ طيب بالنسبة لنا احنا اي ما شغلنا، لكن احنا اذا استنينا ما كنا حتى حق شهر واحد ده ما كان حيطلع، ما عارفة. الحاجة الثانية مثلا احنا كمبعوثين الوزارة دي اخر اوبشن، واخواننا دي كلهم عارفين احنا لما نترفع لمحاضر المفروض خلال 6 شهور الزول يسجل البي اتش دي. في كثير مننا تخصصاتهم نادرة، يعني منال مثلا ذا اونلي اركولوجيست في السودان، ما في زول بتخصص في العقارب خالص. يعني في ناس ما يعني حتى دقائق معلش المعلومه الثانيه، المعلومه دي لو سمحت نكررها ثاني. دكتوره منال هي الزول المتخصصه الوحيده في موضوع العقارب، هي الوحيده المتخصصه في في العقارب، بس لو كبرتها مننا في المانيا هناك في خلاص يعني العقارب دي تكون ناكل بعد. اي حتى احنا هسه بنلاقي مرات بعض الاخوه لما بيناقشوا في رساله الماجستير او الدكتوراه بيحاولوا يجيب لهم البروفيسور او الدكتور الاقرب للديسيبلين، لكن ما في نفس الديسيبلين. في حاجات ما اشتغل فيها من الثمانينات، هسي الزول بيعينوه عشان يغطي اللاين ده ويشتغل فيه. في بعض السابقين من اساتذتنا او كانوا ممكن كانوا يكونوا اساتذتنا بيمشوا يبتعثوا بيقطعون بالسنين، في النهايه هم مرات بيفشلوا في انه اصلا يخلصوا الدجري وبيطلوا وبيقعدوا. يعني ناس بيقولوا الناس بزوغوا، ما بزوغوا هم ما يعني في ناس ما يعني انا الوزاره ما تدفع لي، قال برجعني شنو ثاني لو انا صرفتها. انا سيريسلي بفكر حتى بفتش شغل حاليا، لان انا عندي حق يناير وعلي ايجار وعلي تأمين صحي فرضي ما اختياري وعلي رسوم دراسية، والحياة دي المفروض أسيب لي على اللوح يتيح تأمين حبراء وحق رسوم براها والإعادة دي دولار إعاشة. إحنا بدون 2,200 دولار أو 25 بلاحة، يعني مبلغ بسيط جدا، معقولة صعب يعني ما عارف. ففي كومبليكيشن كثيرة، فدور لحد ما يتعب فتش وقبول ويسعى من أيام الماستر عشان بي اتش دي بتناسب تخصصه. وبعدك لو حصل أن ما عنده آيل ولا في حاجة خلته ما يقدر ياخذ فند من سموير، أو في دول ما بتدي فند وتخصصه بيقدر يشتغل في حتة معينة، بيقدم للوزارة. لو طلب هسي في الفترة الأخيرة دي لو طلب أنه يدفع عليه رسوم أصلا بيترفض الابتعاس خالص. كويس. في يعني في حاجات كثيره ما عارفه، يعني كان ممكن يشوفوا مصلحه الاستاذ ده، لانه احنا لما نتاهل في الخارج بنرجع بنعلم طلابنا وناس اللي حيبنوا في الفيوتشر حنبنيه كيف السودان لو احنا جهله، يعني ما عارفه. ف لغايه الله يكون في العون. ودي المداخله حقتي بالنسبه لي يعني. شكرا لكم جزيلا للاستماع. انا عندي اضافه صغيره بس لكلام استاذ سماح بالمناسبه. سماح معلش قبل ما تمشي، انت موجوده في السودان حاليا ومتواصله مع الوزاره، بتقدر تصلي؟ هي واحده من اعضاء اللجنه الممثله للمبتعثين، هي ومعها زملانا هم اللي قابلوا المديره في وزيره الجامعة وزيره التعليم العالي في شهر مارس، وقدمت الخطاب بنفسها ولاقوا وزيرة التعليم العالي. فنحن بنقول غايته قعدتها في السودان لخير سبحان الله. ولكن للآن للأسف يعني ما بقى في أي فيدباك ملموس كده يعني. يعني صعب إحنا نصل أصلاً، يعني حتى الواحد يكتب خطاب يكتب طلب مقابلة يعني. هسي الوزيرة جزاها الله خير في النقطة دي وافقت إنه بعد يعني 2 applications for سيهر يعني قامت وافقت، وهي اقترحت لنا الاجتماع ده. لكن تاني لو من نسأل حاصل شنو ما في جديد، في عدم شفافية. أيوة. اليوم سمحت أنت كنت في الوزارة اليوم؟ أنا مشيت الوزارة ولقيت مدير المالي وقال لي حول المستحقات، حول الوزارة حول المستحقات فبراير. أنا مستغربة يعني هسي الحياة دي حتجينا 200 إذا أصلا مستحقات يناير. أنت مش في الوزارة ذاتك يعني كيف حتجينا 200؟ انا الاستلام يا دكتور انور، الوزاره بتقول نحن حولنا، التحويل بيجي يعني من ميزانيه وزاره التعليم العالي في بنك السودان، بنك السودان بيحول للخارجيه للسفارات، ده للسفارات اللي يفترض يستلموا يعني. خلاص في نقطه هنا بس المفروض نوضحها معلش يا منى، انه النقطه اللي ذكرت بيها سلمى في انه الاجراء الاساسي طبعا، لانه نحن عشان نكون صريحين واضحين مع بعض، عارفين انه عقوبات موجودة بتمنع التحاوير المالية إلى خارج السودان، دي لا يتناطح فيها عن زان يعني. نعم. فكانت الوزارة عندها حل جميل جدا
يعني للاتفاق حول المشكله. الحل ده بعد الثوره ولا قبل الثوره بالمناسبه مهم جدا. الحل ده بالمناسبه درجه يعني خلال الفتره السابقه حتى قبل الثوره. الاجراء ده هو بمناسبه مستمر يعني عبر سنين طويله قبل كده. هي اول حاجه عشان انا برضو اشير لنقطه، الموضوع ده ما بدا في 2019، الموضوع ده ان احنا في 2017 كان موجود، في 2018 كان موجود، في 2019 استمر، وفي 2020 مستمر. 2019 معليش 2019 عملنا ثوره انا هنا عشان المواضيع دي. ما انا عارف عشان كده لما انا اقول انه الكلام مستمر بنفس الشكل وهل انه يعني بقى أسوأ بعد الثوره، ده بي يعني بيصير في 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 عقلي صراحه كميه من علامات الاستفهام. يعني هل انا بالنسبه لي الوضع قبل الثوره احسن من بعد الثوره؟ انا طبعا اكيد ما يعني حتى لو هو كان أسوأ برضه ما ح ما ح ما حاكون داعم لانه النظام القديم يرجع بغض النظر عن احوال. لو انا مثلا نازل مارستر لي سنه كامله ما حادعم رجوع النظام القديم. لكن اذا انت بتعمل ثوره بتاعت وعي وكانت الحلول اصلا هي موجوده، انت ليه بتحاول مثلا تصعيبها؟ المشكله كانت قبل الجائحه بتاعت الكورونا. بيتكلم عن يوليو وسبتمبر واكتوبر في 2019 اللي هم ناس الصين، ونحن برضو في نفس الوقت كان عندنا ديسمبر 2019، فالكلام ده كان قبل حتى الفتره بتاعت الكورونا. ليه انت توصلنا لمرحله الكورونا وتبدا ثاني تدخل الناس في يعني 2020؟ يعني كان الإجراء بتاع الوكيل إنه يستلم الوكيل في السودان وحاول يحول لك مثلا من السودان عبر ويسترن يونيون، أو مثلا شخص هو عنده حساب هنا بيديك قروش أنت بتشيل القروش مثلا تديها له. ده الإجراء المتبع على أساس إنه يعني لا ضرر ولا ضرر، في النهاية القروش حقت الوزارة وصلت في نفس الوقت الزول الأداني ليها استلم قروش هناك من غير أي فروقات على التحويل وبسعر البنك بالمناسبة، أصلا ما بسعر هنا، إحنا بنحول هنا بسعر البنك اليومي. يعني لو مثلا جاتني الليله والدولار منخفض انا بستلم منخفض وبتقبله، لانه في يوم ثاني حتجيني بالدولار مرتفع وحتقبله، ما فارق الموضوع كثير معي. لكن ليه التعنت والاصرار على انك انت ترسل عبر السفارات؟ ولو انه السفارات انا بشكر صراحه برضو من هنا سفاره السودان في اوسلو لانها تعاملت معنا بصوره يعني مهنيه عاليه جدا، زي ما بيقولوا سيرت لنا الوضع بتاع يناير، هي ان احنا قروش يناير دفعت لنا عبر سفاره السودان في اوسلو. ومؤخرا اتصلت عليهم على اساس انه برضه نتاكد من التحويلات فبراير مباشره بعد التويته بتاعت الوزيره، انها وضحت انه بالاسم وضحت انه سفاره اوسلو او المبتعثين في اوسلو تم التحويل اليوم. رفعت الهاتف اتصلت على السفاره في اوسلو، ما في اي تحويل وصل، ما زالت حسب كلامه مع الخارجيه الاموال في بنك السودان. فاذا انت عندك اشكاليه في انك تحول بالخارج والموضوع بتتعلق به ومعايش بتاعت اشخاص انت يعني مسؤول منهم بصوره مباشره، ليه تصير على التحويل الخارجي وعندك الحل الاخر؟ خلي يكون مثلا خليك كرياتيف يا اخي، ما شرط تلم الوكلاء دي كلهم في يوم واحد، اذا عندك 700 مبتعث اعمل ايام في الاسبوع فترات محدده من الساعة كده للساعة كده المبتعثين الفلاني رسل لهم، عندك أرقام تليفوناتهم بالمناسبة. وقد حصل في الفترة اللي فاتت إنه في شهر ديسمبر قالوا سجلوا الأسماء بتاعتكم على أساس إنه مناسب عندهم متأخر ديسمبر، وشالوا أرقامنا وشالوا أرقام الوكلاء بتاعنا، ولغاية الآن الوكيل بتاعنا ما استلم أي مكالمة ولا رسالة ولا حتى كل سنة طيب. كل سنة طيب يا باب علي. طيب يا أخوانا the way forward. تفضل يا منال تفضل. أيوة مداخلة، مشكلتهم حتى في الفترة الراهنة دي الشهور الفاتت دي اللي هو التعذر بمشكلة الحظر، على الرغم من انه في يعني كان ممكن يشوفوا تصاريح للإدارة المالية انه هي تجي وتواصل في اجراءات المبتعثين عشان قروشهم. دقيقة الله يحفظ ان شاء الله. على اساس انه هم يقدروا يواصلوا في الشغل خلاص، يعني هي بس عبارة عن شنو تصريح، هم حتى ما حتى يعني احنا برانا عارفين حاصل شنو في السودان، في ناس عندهم كان تصاريح بيقدروا يمشوا ساي خلاص. كان ممكن يا وكيل الوزاره ولا وزيره التعليم العالي توفروا طريقه عشان الاداره الماليه خلاص تقدر تتصرف في فتره الحظر دي وتحل مشكله المبتعثين. يعني احنا ما ممكن من شهر 4 نكون عارفين انه في مبلغ
تورد في حساب التعليم العالي ببنك السودان، ونحن ما نتحصل عليه إلا في شهر 6، تعذرا منهم إنه والله الوزارة ما فيها زول شغال. يا منال، دي لو كانت المشكلة فعلا لها علاقة بالحظر الصحي، لكن المشكلة زي ما قلنا هي بدأت من قبل الحظر الصحي، من قبل الحظر الصحي نحن بدينا. طيب أنا عندي بس إضافة بسيطة في دعم الجامعات للموضوع ده. زي ما قلنا نحن عبر اللجنة طالبنا إنه يعني اللجنة قالت إنه الأفضل إنه الضغط يجي من كل الاتجاهات. نحن من اللجنة عبر لوزارة التعليم العالي ومن الجامعات برضو نسلم خطابات كتبتها اللجنة على أساس نحن إنه نسلم الخطابات دي لمدراء الجامعات وهم يسلموها للوزارة، أساس إنه الضغط يجي من كل النواحي. الحصل إنه في جامعات استجابت لمبتعثيها بحيث إنها راسلت الوزارة، في ناس كثيرين، لكن الديسابوينتمنت الجانة من إدارة جامعة الخرطوم تحديداً في يوم 10 يونيو برضو نزلوا إعلان أو نزلوا خطاب مكتوب فيه إنه عدد من النقاط برضو مكتوب فيه إنه نحن ما لنا دخل بما يتعلق بالمطالبات المالية بتاعت المبتعثين. يعني الأسلوب ذاته اللي اتكتب به كان أسلوب زي ما قلت لك لا يليق بالأستاذ الجامعي ولا يليق بالإداري اللي طلع منها الخطاب ده. يعني خطاب يعني مسيء للأستاذ ومسيء لجامعة الخرطوم أكثر من ما إنه هو بيبرر موقفهم. يرفعوا يدهم، هم أساساً نحن ما طالبناهم بأنهم يدون مبالغ، في حين أنه هسه في جامعات في السودان على سبيل المثال جامعة أم درمان الإسلامية سلمت مبتعثيها مبالغ بالدولار لأساتذتها. ده اللي بيخلي شنو؟ جامعة بتدعم أساتذتها وجامعة تانية بتقول نحن ما لنا دخل وترفع يدها. فيعني الاستياء جاي من كم ناحية. كان بإمكان جامعة الخرطوم أو إدارة جامعة الخرطوم إنها تقيف في صفنا وتقول اوكي نحن حنقف معاكم وحنراسل للوزاره، او بيكون هم رسلوا، لكن كان بامكانهم يقولوا نحن حنقف معاكم على بال ما حقوقكم دي ترجع عليكم، او على الاقل يدعمونا بموارد الجامعه الخاصه على بال بعد ذاك ما هم يتصرفوا مع الوزاره وترجع لهم مبالغهم، لكن رفعوا يدهم بانه نحن ما لنا دخل. الصراحه يعني so disappointing. Yeah. معنا دكتور محمد التاي. دكتور طيب. نعم اهلا وسهلا. سامعيني؟ يا ريت تعرف نفسك للناس، تفضل. السلام عليكم شباب وشابات، انا محمد تاي اسوسييت بروفيسور في لود يونيفرسيتي سويدن. طبعا معلش ما قدرت اكون في السلسله يعني او في الحلقه الليله زي ما بيقولوا يعني من اولها، لكن عندي ثلاثة نقاط. النقطه الاولى يعني حبيت اقول لكم وي ار سو براود اوف يو، يعني لانه ما 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 الفكره ما انه الزول بس فقط يكون مبتعث او الزول حاصل يعني سافر من اجل الحصول على الماجستير او الدكتوراه وكذا، لا، الظروف الصعبه ذاتها يعني بتخلي الزول تبي دبل براود، يعني لانه انت بتحفره في الصخر، ما 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 ابتعاث عادي يعني زي ما واحد مثلا بيشوفه في زملائه السعوديين مثلا او الاماراتيين او وات ايفر يعني. فده دي النقطه الاولى يعني I'm so proud of you كلكم. النقطه الثانيه اللي حبيت أقوله إنه ما حابب يعني زي ما يقولوا أضيف أكثر من اللي أنتوا قلتوه. أنا شخصياً ما كنت مبتعث يوم من الأيام، يعني كان سافرت على حسابي الخاص وكذا، لكن يعني أتذكر إن يوم كان في موقف مع السفارة في ستوكهولم، كان في زي احتفال يعني مناسبة عشاء كذا، فكنت بتكلم مع أظن الملحق الثقافي، يعني كان صادف إنه قاعد جنبي رغم إن أنا أصلاً بكره السفارات دي لأنه بعتبرها يعني اصلا ما في زول بيخش يعني معظمهم، يعني المهم في ده حسب فكري انا انه المهم هي زي ما يقولوا يشد باس ثرو جهاز الامن عشان تخش يعني. المهم فقلت له يا اخي طيب بس سؤال بسيط، يعني انتوا اسي عارفين احنا الطلاب اللي هنا في البلد دي كم، يعني ما شرط ان احنا مبتعثين عندهم، بس هاي سجلوا اسامينا، كان زول مات تقدروا تعرفوا اهل وين تبلغوهم. يعني بس ما داري منكم اي شيء. فكان برضو الرد يعني برضو فيه نوع من التسويف والتدفيه، يعني لغة زي ما أنتوا ذكرتوا لا ترتقي إنها تكون لغة خطاب مع أستاذ جامعي أو طالب جامعي أو حتى طالب أولى ثانوي، يعني ما طريقة يعني إنك تتفه هالصورة، ودي طيب مسؤوليتك جزء من مسؤوليتك يعني. فأنا بعتقد إنه ما يعني لغة الخطاب اللي أنتوا بتواجهوها، يعني في ناس بيقولوا زي حسن ذكر إن السفارة عملت معه كويس، في ناس بيقولوا الجامعة هي بتخاطبهم، يعني قصدي إذا في لغة خطاب
فيها نوع من الصفاقة. يعني في الأخير this is everywhere. يعني ما تفتكروا إنه هذه أنتوا حاجة ليكم أو specific. يعني كلنا مرينا بهذه الدنيا وتكلم إحنا ما دارين منه أي شيء, بس قلت له سجلوا أسامين عشان لو ما في نظام ما تقدروا ترسلوا بتابوت الآن بس. فيعني ما 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 تخلوا الحاجات دي تضعضع ثقتكم بنفسكم, ويعني you should be proud of yourself. الحاجة الثالثة, أنا بتذكر كان في مبتعثين الليبيين فقامت الحرب في ليبيا, فجزء منهم حصلت لهم المشكلة دي طبعا بسبب الحرب, توقفت يعني إرسال المرتبات الشهرية اليوم وكذا. فأتذكر أنه في جزء منهم كان قدم لفاونديشنز جوا البلد اللي هم يعني في السويد مثلا, قدموا الفاونديشنز هنا يعني أنه this is the situation, أنه we no more get our salaries from our country. ففي هل في فرصة, وأنا مثلا باقي لي سنة سنتين في البروجرام بتاعي, فهل في فرصة أنه أخذ scholarship؟ يعني this is something I think is worth trying. يعني ما عارف, أنا طبعا القوانين قد تكون تختلف من بلد زي النرويج, أعتقد يا حسن mostly حتكون نفس السويد يعني, فألمانيا almost يعني, لكن it's not a guarantee. لكن قصدي هم they did the right thing, يعني ما استنوا لما الحرب تقيف عشان ترجع لهم مهناياته. فإحنا في السودان ده معتبر في حالة حرب, وإما في حرب فعليا. فأنا this is my advice, يعني الزوري خلاه as a backup, يحاول يقدم to يعني فاونديشنز محلية. يعني أنا شخص عملت البوست دوك بتاعتي بسكولرشيب أو يعني بجرانت, يعني ما هنا. فالزول يحاول يشوف له باك اب, لأنه إذا هتعول على وزارة التعليم العالي أو وزارة التعليم العالي والسفارة والمعاش, شنو هتدخل في متاهة. يعني you should continue your fight, this is your right, ما في زول بيمين عليك ولا بديك رايت, لكن at the same time you should secure another way of يعني income, لأنه أنت في الأخير عندك يعني obligations, ما 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 أنت ما ماشي تتفسح بها يعني ولا ماشي يعني. ف يعني think about it. معلش طولت عليكم في الكلام, لكن شكرا دكتور محمد التاي. هو طبعا قال لك إنه كان محتاجين لdocuments بتوري إنه والله يا أخي يعني إحنا ما واصلنا المرتبات بتاعتنا, لأنه قامت حرب, لأنه قامت ثورة, لأنه في كورونا إلى آخره. لكن كل اللي جوه كان عبارة عن تويتر في تويتر. فده دي حاجه واضحه جدا انه في حاجه خطا هنا, في miscommunication في appropriate documents to pursue وتو ريزولف الحاجه الورقه قاعد هناك. لكن طبعا ده اسي بيجيب لي راسنا طوالي انه يقول لك انه والله الاستاذ ده مشى تعاسوه كبره, نحن بيكون سامعين بس كبره دي وخلاص انه زول ده اناني وما وطني وكده وبتاع, لكن ما نكون عارفين what is beneath the surface. يعني في حاجات كثيره ongoing, حاجات بصراحه بتخلي الزول يعني قلبه محروق. بالضبط خاصه في اوروبا دي يعني غاليه جدا. نعم. هي بالمناسبه في 2018 حاولت محاوله جاده ان انا اقدم لجراند ثاني او لمنحه ثانيه, على سنه اوقف تماما موضوع الوزاره, لانه في 2017 المشكله, في 2018 تكررت المشكله, فكنت ما حاور بها كمان لغايه 2019. فكنت داير اقدم لمنحه ثانيه, لكن لانه انا اصلا عندي منحه كاملة بتغطي لي الاكسبنس حقت اللاب وورك والاوفيس سبيس. نعم برضو الليفين اكسبنسز. فبقت المشكلة انه يعني انا ما اللي جابوا لي انه انا اصلا اقدم. لكن يعني حتى لو انا مشروط مثلا ما كان مقطع كلامك عزيز, انا قصدته كمان مش احيانا بتكون يعني فول سكولرشيب انه تو دو ماي ماسترز او كده, احيانا بيكون مثلا في جائزة تميز. يعني مثلا انا اتذكر مره واحده في كان جائزه ادولف ما عارف شنو مثلا لشخص جاي مثلا من انفايرمنت برا السويد وفي كليه يعني في حاجات زي دي it could help. يعني هي ما not a full master scholarship او full phd scholarship, لكن الزول يعني should try to طبعا قبل يعني. ما كان انتوا قادره طبعا يعني. نعم كان اللي هو المحور بتاع the way forward. اوكي يعني احنا في مشكله, وزارة التعليم is not responsive وفي حقارة وفي إلى آخره ولا تمام, ده الوضع الراهن. نحن ناس أساتذة جامعيين كرياتيف بتاع, خلونا نشوف من الستيك هولدرز وين روابط الخريجين, هل حصل أي تواصل, نوع من السولداريتي, نوع من السبورت فاينانشال إلى آخره. أي واحد فيكم أوير في حاجة زي دي؟ منال, سلمى, حسن؟ الله يا اخي في الحاله دي الا يعني تتحدث مثلا, لانه يعني اقرب للجنه في الحاله دي انا ما ما ما
لكن بالنسبه لي ما يعني ما اللجنه ما اشارت قبل كده انه في اي تضامن مثلا من خريجين او من ما في حاجه يا لحد علمي برضو ما في تضامن شخصي يعني بس يعني الناس الحواليه يعني التضامن المطلوب هنا تضامن مادي ما في حاجه شخصيه لانه السقبيل حسن كان بيشكر ما اعرف سعاده السفير منو وفلان بيشكر والله ما اعرف مدير منو في اداره شنو في الجامعه في النهايه المشكله ويعني قاعده هندي زي ما هي احنا قاعدين صحيح هسه احنا از وي سبيك ناو قروشكم ما استلمتوها خليكم من قروش الشهر ده ولا اللي قبله تتكلموا على شهور فاتت فهل الروابط بتاعت الخريجين عندها دور في الحته دي يفترض انه تعاملوا يعني احنا ما شفنا مثلا فند ريزرز اتعملت بالاف الالاف الالاف الدولارات وحلت مشاكل حلت مشاكل حقيقيه يعني فهل احنا بس نتكلم في المحور بتاع ذا واي فورورد كيف ممكن نحل المشكله دي ونتضامن فيها احنا كمجتمع مع بعض يعني ده الريتيرن اوف انفستمنت لحاجه زي دي في انه انا اساعد استاذ جامعي هسه حاليا بيعمل في ماسترز ولا بي اتش دي ولا بوست دوك انه يكمل فترته بسلام ونحن عملناه في الباحثين السودانيين قبل كده عندنا ناس اتقطعت بهم بتحصل اي طالب اي زول بيحصل له انه ينقطع في الغربه ودي حتى من موارد الزكاه يعني ابن السبيل والى اخره فهل حاجه زي دي ممكن تكون واحده من الحلول الناس تمشي في اتجاهها والله يا دكتور انور يعني عدم تضييع حقوقكم يعني نحن تمنينا انه الحاجه دي انه هي مثلا ما تصل مراحل زي دي او مثلا امننا انه الموضوع حيتحلى يعني كل شهر نحن كنا مؤملين انه الموضوع ده حيتحلى وللاسف يعني برضو امننا انه يكون في حلول جذريه من اداره جامعه الخرطوم على اساس انه احنا مبتعثين لانه ممكن الاداره تستخدم موارده الخاصه مثلا سواء كان من ميزانيتها ميزانية دراسات عليا ميزانية مجلس الجامعة ولا whatever يعني أو على الأقل يعني ميزانية من بقول مثلا معارف شخصية من البروفيسورز يعني لكن للأسف ما في زوج تمام طيب في دكتور سلمان أحمد سلمان اللي هو حاليا رئيس مجلس جامعة الخرطوم أعتقد إنه ريسبونسيف والإيميل بتاعه يعني بيرد عليه وكده هل تواصلتوا معه؟ ما تواصلنا معه بطريقة شخصية صراحة يعني لكن صراحة العارفين قضيتنا ما شوية تمام أنا إحنا برضو عشان شنو عشان ما يكون في حاجة يفترض إنه نعملها وما عملناها أعتقد إنه أساساً إحنا we are all in this together إحنا كلنا مجتمع واحد مجتمع سوداني بعدين يا دكتور أنور نعم. يعني إحنا ما بنتكلم عن جامعاتنا نحن بس إحنا بنتكلم عن قضية بتاع 700 مبتعث من كمية بتاع الجامعات وسواء ولائية ولا في الخرطوم ولا تمام أنا أسي ما كلامي ده بالمناسبة رجع على الخرطوم سبيسيفيكلي أنا بتكلم إنه لو بدينا في بداية حل في حتة ما بعد ذاك السنوبول إيفكت بيحصل لكن لازم زول يعني يكون عندنا بداية حل في حتة ما أسي ما المواضيع استك إحنا ما دارين الويبينار ده يمشي وزول يشوفهم وزارة التعليم والعالي يقول يا أخي الله كلهم ما عارف شنو هم بهناك عندهم رأي ونحن عندنا رأي نحن دائما نفتش الحلول الممكن تحل القضية طوالي أكثر من إنه والله الـ يعني to point out منو الغلطان okay. الغلطان منو دي ده موضوع تاني لكن عندي أنا عندي حل صراحة يعني للحاصل ده كله بس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ممتاز الحاجة اللي بقدر أقولها بس طيب تواصلتوا معه والله تواصلنا لكن برضه ما في اي فيدباك يعني احنا يعني على اساس انهم شنو في قروش لكن ما معروف هي القروش بتمشي وين دي الحاجه ان احنا يعني مثلا الاول قروش نزلت في شهر 4 اللي هي المتاخرات بتاعه وتفر شهرين يناير فبراير ولا هنا يناير بس والحاجه اللي قالوها ناس التعليم العالي خلاص من شهر 4 الناس دي ما استلمت الا شهر 6 ليه احنا ما عارفين حاصل شنو فانا قبل قلت احنا ما عارفين الخلل وين يا دكتور انور احنا ما عارفين الخلل او التاخير غير كده يا دكتور انور في حاجه انت لازم تنتبه لها كويس انه في تطبيل كثير بيحصل لاي زول استلم منصب اداري سواء كان في اداره الجامعه ولا في وزاره التعليم العالي انا ما ممكن امشي اكسر تلج يا زول عشان يقوم يمشي لي امور دي احنا دي ما اصلا ما من شيء من الاستاذ الجامعي خلاص انا اي بروفيسور ولا دكتور ولا زول شاغل منصب اداري يفترض يكون قدره ويؤدي الامانه لاصحابه ويفترض يكون خاطي في باله وان الناس المبتعثين ديلا عندهم مشاكل ثانيه في الناس اللي عندهم اسر في الناس اللي عندهم مواجهين صوت طفلك هسه جنبك هناك الله يحفظه ان شاء الله الله يخليك وفي ناس ما قادرين يوفروا حق السكن وفي ناس وفي ناس وفي ناس في
في الكمية بتاعت قضايا يا أخي. أنا في واحدة قالت لي نحنا أنا وأولادي بنفترش في الأرض، مؤجرين شقة، غرفة في شقة فيها مرتبة واحدة، لأنه نحنا ما قادرين. والكلام ده وين ده؟ في مصر، يعني ما في دولة أوروبية، ده في مصر. مصر اللي دي، فدي في يعني في كمية بتاعت قضايا دكتور أنور. إحنا يعني يا ريت لو كان أسعفنا الزمن، يعني إحنا نحكي كمية بتاعت مشاكل غير طيب ما المشاكل انا اللي ما دكتوره ما انا قلت الناس لو كنت بتعمل. الوزيره يا كنت هتعمل ايش؟ لو أنا كنت الوزيرة، أول حاجة هعملها مراجعة للطاقم الإداري كله في كل الوحدات الإدارية بوزارة التعليم العالي. أي مكتب أنا لازم أكون عارفة دواخله ومخارجه كويس. أنا عايزة أعرف ليه لما أنا أقدم خطاب بيضيع، عايزة أعرف ليه أنا لما أقول أنا جاي من طرف فلان الفلاني أموري تمشي في يوم، ليه أنا أقعد أنتظر؟ خلاص أنا عايزة أعرف ليه إذا أنا جيت كأستاذ جامعي مقدمة ورقي للموظف الفلاني، أنا والله ده ورقي مستعجلة، يقول لي تعالي بكرة، أنا مشغول هسه، وأشوف في شاشة الكمبيوتر حقته ألقاه بيلعب في كوشتينة. حصل والحاجة دي ما حصل، يعني الحاجة دي قاعدة تحصل عموما في المؤسسات الحكومية، بتحصل حاجات أسوأ من كده. إلا أنا أقول له يا أخي الهناي كاتب لك تعليق بالخط الأحمر أو بالقلم الأحمر إنه الحاجة دي مستعجلة، ليه أنت تضطراني كأستاذ جامعي أتعامل بذل وأتذلل لك عشان أنت تمشي لي أموري دي سريع؟ فأنا أول حاجة هعملها لو أنا مثلا بقيت وزيرة، مراجعة للطاقم الإداري كله في الوزارة، خلاص أفتح ملف الابتعاث. يعني أنا أكون يعني إنه زمام الأمور دي ما تكون متوقفة على شخص واحد، الشخص ده سواء كان قاعد ولا مسافر لبكا ولا مسافر لعرس ولا والله عنده إجازة مرضية ينتظري، وأنا ليه أنا أقيد زمني عشان زمن الزول الإداري هو ماسك الملف ده بس براو؟ أنت عندك في المكتب أكتر من 15 نفر، ليه ما يكون في شبكة أصل لرأس المكتب ده كلهم؟ ليه أنا ما أكون متابعة اللي بيحصل ده؟ إذا أنت كوزارة التعليم عالي ما متابع مشاكل الأستاذ الجامعي، هتتابع مشاكل منه؟ بعدين في حاجة بالمناسبة، إدارة التدريب المفترض انت تكون، كنت وزير التعليم العالي يا حسن، هتعمل شنو؟ والله أخي أول حاجة أنا هرفض المنصب قبال ما يجي، أصلا ما حقبل إني أكون وزير تعليم عالي في وضع زي ده صراحة. لكن أعتقد إذا مثلا أتيحت فرصة زي دي، أول حاجة أنا هاخد الكرسي بتاعي بره في الباب حق الوزارة ده، أول حاجة عشان أعرف أول حاجة من داخل لي ومن المارج لي. بعدين الملفات حقت الوزاره، بالمناسبه ملف الابتعاث ده واحد من الملفات العديده اللي ممكن يعني تتولى الوزاره، انها عارفين ان الوزاره عندها يعني بنود كثيره جدا بتدور داخلها، يعني الاهتمام بالجامعات، الاهتمام بالبحث العلمي، دعم الجامعات بصوره متكافئه، التركيز برضه زي ما شايفين، يعني مثلا احنا عندنا مشاكل على التركيز على منطقه الوسط، نحن في مناطق ثانيه بالمناسبه بتحتاج، انت لو فعلا عندك نظرة استراتيجية أو عندك رؤية وطنية في السودان، أنت شوف الثروات الموجودة عندك في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب الحالي، لكن كونك تكب كل المصادر حقتك أو الأموال حقتك في السنتر، ده ما هيحل لك مشكلة أصلا. طيب معنا سلمى، سلمى الزاكي، سلمى تفضلي. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله. عليكم بشكر السلام. جدا الزملاء حقيقة غطوا تفاصيل كتيرة المفروض تتغطى وحاجات كتيرة، ولسه عن كلام كتير، يعني في كلام كتير لسه ما اتقال يعني وحاجات كتيرة. لكن بس أنا عندي تعقيب على يا ريت تعرفي نفسك بس. أنا سلمى فاروق، مبتعثة بدرجة الدكتوراه في جامعة هومبولت في ألمانيا. فأنا عايز أعقب على كلام دكتور محمد بخصوص إنه إحنا نقدم لأي منح او اي فاونديشن عشان انها تدعمنا. فاحنا طلبنا من اول ما المشكله بدات، طلبنا من وزاره التعليم العالي انه احنا عايزين في طلبات تثبت انه احنا ما استلمنا المنحه بتاعتنا دي من نهايه 2019. فالوزاره رفضت بحجه انه احنا ممكن نستعمل الخطاب ده لاي حاجه ضد الوزاره مثلا. اوكي طيب، فلجأنا لشنو؟ لجأنا للسفاره، مشان السفاره هنا في برلين، فطلبنا منهم يكتبوا لنا خطابات ان احنا ما استلمنا المنحه بتاعتنا دي، لانه هنا كان في صمت من اتحاد الطلبه مقدم لكل الطلبه الاجانب وحتى الالمان خلال الفتره بتاعت الكورونا، لان كل الطلبه تاثروا، فانه هم ممكن يدعموا الطلبه دي، ممكن يدوهم صمت.
مشكورين على السفاره طبعا، هم ما قصروا في المرحله الاولى يعني، ادونا الخطابات قدمنا بيها، فاحنا قدمنا ليه يعني، انا وسلمى دي ممكن تكون برضو واحده من الناس اللي قدمت للحياه دي، فاحنا قدمنا لكم حته هي اصلا بتدعم، فالطلب بتاعنا رفض. رفض ليه؟ لانه احنا اساسا عندنا منحه، فانت حتى لو المنحه دي اتاخرت في النهايه هتجي الحكومه بتاعتك مستحيل هتخليك يعني، يعني ممكن تتأخر يفترض يعني يفترض يعني. ففي النهاية مشكلة هتكون محلولة طالما إن أنت عندك خطاب بيثبت إنه عندك منحة، فما حنقدر ندعمك. ممكن الدعم يجي للناس اللي ما كان ما عندهم منحة، أو للناس اللي منحته متوقفت أو حصل لهم أي ظروف، في ناس كانوا شغالين دول هم اللي تم دعمهم. لكن بالنسبة لي أنا شخصيا مقدمة لثلاثة أو أربعة فاونديشن كلهم رفضوا الطلب بحجة انه انت في النهاية عندك منها، حتى لو اتأخرت دي حاجة بتكون خاصة بعدك بالدولة بتاعتك، وهي في النهاية هتحاول انها تحل لك مشكلتك، مستحيل هتخليك كده يعني. دي الحاجة الأولى. لكن بعد ذاك هم زادوا عندهم كومنتس على 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 الخطاب زادوا بتاعي انا بتاع المنحة. يعني انا بالنسبة لي انا طالبة هنا بعمل في الدكتوراه وعندي طفلين، فعندي طفلين انا بستلم مبلغ زي ده، انت المبلغ ده كيف تعيشك يعني؟ انت قادرة كيف تغطي بيه وحاجاتك دي اصلا يعني، حتى لو هو بيصلك يعني. فيمكن سلمى ومنال يكونوا عارفين يعني، انا ام هنا وعندي طفلين طالب بتاع بي اتش دي، وقاعده في غرفه، قاعده في غرفه وعندي سرير واحد يعني، فمعاناه ما بعدها معاناه يعني. عن اذنك بس اضيف، عن اذنك بس اضيف انها هي دكتور قاعده بصوره يعني لانه يعني قله العلاوه اللي هي بتصل او لليله ما وصلت، نحن بنقعد بوضع الليجل على اساس انه بس نعيش. ايوه لكن... انا لانه انا حاولت اقدم بالخطاب بتاعي بتاع المنحه لبيوت مثلا من الحكومه مثلا، ان هي انا قالي في الخطاب برضه بترفض، لانه انت المبلغ بتاعي ده اصلا ما بغطي لك حاجه يعني، احنا ما هنضمن انه انت ممكن كل شهر تدفعي لنا يعني، هم طبعا ما عارفين اصلا قصتين هي اساسا ما بتجيني، انا بقدم على اساس انه انا دايره بيت، فبترفض الطلب برضه، ما بقدر. فانا لسه قاعده في البيت في السكن بتاع طلبه، هو المفروض انه هو غرفة واحدة ومفروض أكون قاعدة فيه وأنا براي، فأنا قاعدة أسوى أولادي معي، هم ما عارفين حاجة زي أي لحظة أنا ممكن يجيبوني وتردوني برا، فأنا قاعدة بطريقة غير قانونية. ليه؟ لأنه قروشي بكل وضوح ما هتكفيني أنه أنا أأجر في حتة تانية، ما هقدر أقدم أصلاً عشان أنا ألقى سكن، ده إذا طبعاً المنحة أصلاً كانت مستمرة. دي الحاجة الأولى. الخطاب ذاته للأسف الشديد اللي أدونا له ناس السفارة، وإحنا قدمنا بيه، وده لما جينا بعد ذاك إحنا رجعنا للسفارة وتواصلنا مع السفارة عشان هم يخاطبوا التعليم العالي، هم للأسف الشديد كتبوا إنه للتعليم العالي في خطاب السفارة طلع من هنا من سفارة برلين لوزارة التعليم العالي، إنه والله إحنا نزلنا أدناهم خطابات عشان هم يلقوا فهم، هم عارفين كويس إنه الخطابات الدولية أساساً هي ما جابت لنا أي حاجة وما عملت لنا أي فهم. للأسف الشديد هم أول حاجة بالبومب إنه إحنا عملنا، إحنا الطلبة قاعدين معنا هنا أديناهم خطابات، والخطابات دي عشان هم يلقوا فهم من هنا، هم منظمات في 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 برلين. وللأسف الشديد الحاجة دي يعني برضو كانت ما عارفه هم صراحه، انا السفاره كان فهموا فيها شنو، هو برضو دكتور محمد قال كلام زي ده، واحنا كنا فعلا زعلانين شديد من النقطه دي، لكن في النهايه مشينا، لانه اصلا الحكومه الوزاره ما كان عندها اي استجابه لحتى المكاتبات اللي طلعت من السفارات او غيره، ما كان عندها اي استجابه. فيعني المشاكل كثيره والقصص كثيره والكلام اللي بيوجع كثير شديد يعني، وعدم الاستجابه منهم بتوجع، والدعم المعنوي اللي احنا كنا متوقعينه من اكثر من الدعم المادي، اللي احنا لحد هسه منتظرينه يعني، احنا منتظرين الدعم المعنوي اكثر من الدعم المادي لحد هسه. فعموما الكلام كثير والقصص كثيره يعني. خاطركم يا اخي وقويكم يا سلمى ويحفظ ابنائكم والله ان شاء الله، يعني دي حاجه والله توجع القلب فعلا. اي والله يعني ارجع لكم مره ثانيه للمحاضره اللي قدمها الدكتور تامر محمد احمد بعنوان مستويات تسقط، بس يتكلم فيها عن جزئية مهمة جدا عن إنه زمان الدولة كانت يعني مشت في اتجاه القبيلة والعشيرة والحزب السياسي، فأنت لو ما عندك أكسس، لو ما بتعرف زول يمشي لك يصل لك الوزير ولا البتاع، وكان في ناس بده المؤتمر الوطني يعني اسمه شنو ده الأصوات بتاعتهم ولا المهم بيغطوا الطرف عن مشاكله، لأنه بيخدم لهم مشاكل، بيخدم لهم حاجاتهم، بيشوفوا الزول الكوزر في الحلة في اللجنة الشعبية عنده أكسس للوزير ولا المعتمد، هو اللي بيمثلهم، مش لأنه هو زول كويس، وإنما هو زول عنده أكسس بيوصل الناس. فلأنه كان في مشكلة بتاع الثقة ما بين المواطن والدولة، وإنه مستويات تسقط، بس المستوى المطلوب هو المستوى اللي بنثق فيه ونحن كمواطنين في الدولة، وإنه الأكسس بتاعنا كله متساوي، ما بالضرورة يكون الوزير قريبي ولا صاحبي ولا مؤسستي ولا من قبيلتي ولا أسرتي ولا غيره، وإنما أنا مواطن زيه زيي ولا عندي أي مشكلة المفروض إنه يحل عليه. وأتمنى
أسأل الله سبحانه وتعالى إنه الحاجة دي تتحقق في عاد يعني وقت ما بعد الثورة، لأنه الثورة دي أخواننا مهرت بدماء طاهرة وزكية، ما حاجة ساي يعني، ما حاجة كانت يعني ساي. سماح مرة تانية عندك مداخلة. سماح. سلام مجددا تاني. يلا الإضافة اللي عايز أقولها إنه فعلا في أما تشعون الشؤون العلمية كانوا عنده في توجه إنه تواصلوا مع خريجي جامعة خرطوم في الخارج بالنسبة لدعم ده في البداية بالنسبة لدعم المبعوثين جامعة خرطوم، لكن تاني ما عارف اللي حصل شنو. وإحنا يعني أنا قلت يعني قلت لو في كان حاجة كان قررنا، لكن شكله إحنا المفروض نتواصل معهم دارك. تاني الحاجة الثانية من الحلول اللي شايفاها ممكن تكون مفيدة، إحنا مرتباتنا في السودان دي إذا زول يعني ما عنده التزامات تانية ممكن بس يتيحوا لنا إحنا نشتري بها عملة صعبة بسعر البنك، دي بتنفعنا كثير يعني. يعني هي تكون مع العلاوة، أعتقد كان زمان الحاجة دي فيه إذا، لكن حاليا لا. يعني حتى الواحد لو داري يشتري عملة يحول لمرتبه لعملة صعبة يعني أعتقد الحاجة دي ما متاحة حاليا. طيب بالنسبه للحلول الممكن وزاره تعملها، احنا كثير قاعد يجون وفود من جامعه من دول او جامعات، مثلا وفد السويسري زار جامعه خرطوم وش التعليم العالي، الوفد الامريكي جاء برضو. يعني ليه ما يكون في تعاون او تفاهمات مع الجهات دي، وخصوصا احنا بعد الثوره يعني في يعني كثير يدعموا لنا بلدنا. يعني وين التعاون مع ألمانيا مثلا؟ ليه ما يكون مثلا في دعم للمبعوثين الوزارة مثلا؟ يعني احنا ما كتار يعني، ممكن الحكومة ما يتكفل لو 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 ساعت الوزارة انه او حكومتنا انه ممكن يعملوا حاجة زي دي يعني. فما الا الدعم يكون الا ماديا من الوزارة، يعني ممكن نلقى حلول ثانية. نعم ما عارف يعني دعم زي قصة السكن دي حاجة ممكن يعني. يعني بيكون في ألمانيا بيكون في بيوت بتاع الطلاب إلى آخره إلى آخره، وأعتقد إنه حقوق الإنسان واحترام قيمة الإنسان ذاته بتكون بتدي زول وضعية مناسبة يعني. الغربة دي الغربة كربة يعني، في ناس كتير جدا نفسي ما بيكون واقع لهم مستوى الصعوبة بتاعت إنه الزول يكون طالب في غربة. يا أخوانا ده جزء من الجهاد، جهاد في سبيل الله يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي انه يعني قال ثلاثة كان على الله عونهم، منهم الطالب يعني طالب العلم. دي ما حاجة سهلة، وقال طلبوا العلم ولو في الصين، ده الناس موجودة في الصين وموجودة في وين وفين وفين. يا دكتور يعني غير مشكلة السكن ان احنا عايشين بوضع الليجل، بالإضافة لانه حتى التأمين الصحي مش فيه كم درجة التأمين الصحي، احنا بناخد الأقل يعني الحاجة بس بتمشي لنا الأوراق رسميا، لكن الموضوع ده ما بعالجنا نحن ليوم الليلة. أنا بالنسبة لي شخصيا عندي فاتورة هسه في عيادة في العيادة أنا ما قادرة أدفعها، قلت لهم يا جماعة بس اصبروا علي شوية أبسط عليكم لأنه أنا ما عندي طريقة إنه أدفعها. فحتى التأمين الصحي نحن مختارينه على أساس إنه يكون بس يمشي لنا أوراقنا، لكن ما بيشمل لنا أي حاجة تانية صحيا يعني. صراحة دي حاجة مؤسفة، زي ما قلت لك نحن عايشين على المينيموم بسبب تأخر العلاوة. في الحلول اللي أنا ممكن يعني شايفة إنه ممكن تتحلى غير التفعيل الشراكات مع الدول البرة، شايفة برضو تاني ممكن الوزارة يعني تخلي الموضوع بتاع الابتعاد ده ترجعه للجامعات، كل جامعة ما نحن لو عينا ليروحنا نحن 700 مبتعث، الموضوع ده يعني أوفر على الوزارة. قد يكون يعني هي ما بتقدر مثلا تغطي لي 700، لكن لو نحن قسمنا المبتعثين دي رجعناهم لجامعاتهم بالضبط انه الجامعة بيكون عندها الاتونومي وعندها الامكانية الادارية انه تقدر تتعامل مع مبعوثين. بالضبط كده السنترلايزيشن فيه هو حتى الكلية مثلا بيكون عندها، لو نحن قسمناهم يعني في الجامعة الواحدة بيكون مثلا الكلية فيها كم، هي تسعى لانها هي تدعم المبتعثين ديل، لكن لما نعايلها ان بول كده كتار اكيد الموضوع ده حيكون صعب انه يتحلى لنا كلنا يعني. نعم احنا طبعا ربنا يجيب مبتعثينا كلهم بالسلام يعني، مبتعثينا هنا ومبتعثينا في اليمن ومبتعثينا في ليبيا وكل المبتعثين يعني. عبد الرحيم التجاني. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل عرف نفسك. انا عبد الرحيم التجاني ومحاضر في جامعه بحري، حاليا مبتعث دكتوراه في جامعه سقط في هنغاريا. وشكرا جزيلا لك على الاهتمام بالموضوع ده، وشكرا لمجموعة الباحثين، وشكرا
الزملاء اللي تحدثوا قبلي حسن وسلمى بالإضافة لجميع الناس اللي تحدثت قدامي. لو سمحت لي يعني الموضوع هو بالنسبة لي فيه جوانب. انتوا تكلمتوا كلام كويس جدا وكلام ممتاز. في جوانب إدارية وفي جوانب أخلاقية وفي جوانب قانونية وفي حاجات متعلقة بالثورة والتوقعات زي ما انتوا قاعدين تتكلموا بعد الحراك وبعد الثورة، وهي دي أكثر حاجة يعني أكثر حاجة مؤلمة، ودي هي أكثر حاجة مؤسفة يعني الزول بيتأسف ليها، إنه بعد الحراك اللي حصل ده كله استيل نحن في حاجات أبجديات بتاعت عمل إداري بتاعت عمل مؤسسي مخفقين فيها، اللي هو إذا أنا نظرت للموضوع ده الموضوع جانب إداري بحت بخص وزارة التعليم العالي اللي هي الزراعة بتاع إدارة التدريب وبناء القدرات. يعني الحاجة دي وأنا أنا معلش الكلام ده حقوله يعني، لكن أعتقد إدارة أو الوزارة في الزمن الفات لما كان مديرة الدكتور سمية البوش هو كان وضع الإداري أكثر ترتيب، أعتقد الحاجة دي، لكن للأسف unfortunately الوزارة حاليا في عهد الثورة مفترض يكون يعني أكثر ترتيب وأكثر سرعة تكون عالية في رد الفعل تجاه الأزمات اللي بتحصل دي. هو الموضوع ده موضوع محلول إذا كان إذا الوزارة دارت حل. يعني معلش أنا هتكلم بكل صراحة، أنا نظرتي ده إنه هو موضوع محلول إذا الوزارة كانت دارت حل، لكن الوزارة هي تأخرت لأسباب أنا بالنسبة لي ما منطقية، ولحد الآن الوزارة بتماطل يعني بتماطل وبتتلكلك وبتتجرجر. يعني للأسف المصطلحات دي كلها أنا مضطر أقولها كده، لكن ده حصل يعني فترة زمنية طويلة جدا. إذا أنت داير تستدين دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي كان حليت المشكلة دي. يعني هو أساسا يعني أنا داير أقول إنه الزمن هو زمن كافي إنك تحل مشكلة زي دي إذا أنت عندك الرغبة إنك تحلها، لكن unfortunately واضح إنه ما في رغبة. فبالتالي الموضوع أنا بالنسبة لي في خلل إداري داخل الوزارة نفسه، في institutional capacity مفقودة في الوزارة عشان إنها تقدر تسير الأمور دي. غادي يكون هما بينظروا للمبتعثين ده لأنهم هم بتعيسوا بطريقة غير قانونية وبتعيسوا بطريقة غير شرعية وما هو ما يستحقوا وما يستاهلوا وواوا كده. إذا هم شايفين كده ده ما بيديهم الحق إنهم هل ده افتراض يا عبد الرحيم ولا 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 حاجة اتقالت ولا اتكتبت ولا كده؟ هو لا هو اتقالت أنا ما هاي لما لانه اخوانا مهم جدا احنا ناس اساتذه يا دكتور عمر الحاجه معلش يعني فيري اكيوريت يعني ما نحاول نحوم السحابه كده من الظنون حوالينا انا جاي اتعامل مع الحقائق بالضبط. يا دكتور نتكلم عبد الرحيم ولا منو ولا عبد الرحيم رحمة الله نعم من غير مقاطعه لكلامك الحاجه دي قالت بدري اول ما احنا طالبنا وكان الموضوع بشفاهة قال انه ما في اصلا ابتعاث من عهد النميري ولازم تتم مراجعة جميع ملفات المبتعثين. ده الكلام أول ما نحن بدينا نبدأ في إنه نسأل وين هي العلاوة وليه العلاوة تأخرت ونحن بنطالب. فالحاجة قالت لنا نحن شفاهة خلاص؟ تمام. عبد الرحيم طيب واصل في الحتة دي؟ هو أنت عارف طبعاً يعني الإشكال ما هو موضوع إداري بخص يعني بخص الوزارة وفي يدها إنها تحله. طيب ما هو عشان أنا ما يعني أنا ما أخمن وما أظن أنت حل لي مشكلتي لهم الموضوع إيزي جدا. الموضوع إنك أنت يا أخي يا إما أنا عندي قروش حديكم لها في الوقت الفلاني أوكي، يا إما أنا يا أخواننا ما عندي قروش يتصرفوا. وأعتقد كان في لجنة جات وحاولت تبعد عشان ما تكون هي جزء من الحل، لكن أبدا ما أتيحت لها فرصة أنها تكون جزء من الحل. ده كله بيخلينا إحنا نفكر في شنو. طيب أنت يعني كوزارة افترض اذا انت ما عندك قروش بكل صراحه يعني المشكله وين يعني اخواننا يا مبتعثين انا والله ما عندي قروش، لكن كده تعالوا اقعدوا مع بعض نلقى حل المشكله وفي حلول موجوده ممكن حلول تكون عمليه اكثر. لكن الوزاره هي ما يعني ما كانت عاوزه تشرك المبتعثين في الحلول. دي نقطه بتخليك انك انت تفكر طيب انت ما هو يا اما انت عندك قروش تديني يا اما انت ما عندك قروش وبتقول لي بها واضحه، لكن تقعد تماطلني كده وتعمل لي كده ده هو اللي بيفتح الباب لانه حتى اذا ما قال الكلام بيفتح الباب لانه الناس بعد ده خلاص وهو في النهايه انا واستاذ. وللاسف unfortunately الوزاره تعاملت مع الاساتذه بطريقه مهينه جدا وطريقه انا بالنسبه لي طريقه مرفوضه يعني وما قادر القى لها مبرر.
لأنه أنت بتتكلم عن السيدة الوزيرة هي أستاذة الجامعة، السيدة الوكيل كذلك، يعني كل الناس اللي هم حاليا قايدين العمل في الوزارة هم أساتذة. فأنت إذا المؤسسة الكبيرة تتعامل مع الناس بالطريقة دي اللي هم ديل، يعني الناس يمكن يكونوا يعني هم بيتعاملوا بالطريقة دي مع الأستاذ الجامعي، طيب نحن حينتظر شنو من بعض؟ يعني بقية الناس حينظروا لنا كيف ولا حيتعاملوا معنا كيف؟ هم احنا أصلاً أوريد وسمعتنا في الحضيض وبنحاول نرفعها يعني. فده إشكال كبير جداً، في مشكلة إدارية وفي خلل إداري. نحن إذا ما خدتناه، والخلل الإداري ده مناسب من بعيد، يعني من زمن. حتى أنت لما تجد ألو عبد الرحيم صوتك اختفى. طيب العثماني مصطفى ممكن تاخذ الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كده صوتي مسموع؟ يا هلا ومرحبا، تفضل. تسلم على الإتاحة للفرصة الظريفة جدا، مشكورين جدا، والسلام عليكم كل الأخوان والأحباب الموجودين معنا في الأزمة بتاعت الكورونا والأزمة بتاعت التعليم العالي والأزمات المتلاحقة، الحمد لله وشكرا لله. في سؤال بتسأل، أنا عثمان مصطفى أحمد، محاضر جامعة الخرطوم، مبتعث في جامعة جورج أوغست غوتينغن ألمانيا للدكتوراه. ممكن أنا أكون آخر زول قاعد أقول طوالي، دخلت وربع من المبعوث بتاع تعليم عالي، حتى الآن ما استلمت أي حاجة. حتى من قفلت المفتاح وراه وجدعته البحر شكلك شديد. جبت كورونا وراي، جبت حاجات كويسة جدا جدا. من غير مقاطعة، عثماني مصاب يعني بالكورونا، يعني من حزاتنا عرفنا الحاجة دي ريسنتلي، والحمد لله شوفي يعني شفاء. انت الحمد لله على السلامة يا اخي، الحمد لله على السلامة. الكلام ده خلوه بيناتنا لانه ناس البيت هناك ما عارفين. ربنا يحفظك يا ربنا يحفظك. حتى الان نحن داسينه لانه الحاجة والحاج حيخافوا اكثر، فبعد كده نورد الحمد لله الحمد لله على السلامة. شكرا لله. أنا خلاني أخش دكتور محمد جبير من سويسرا أو من السويد، قال بتاعي إنك تقدم للجرانت أو حاجة دي هنا اللي بأزر سبورت أو فاينانشال أيا كان. فأنا قدمت صراحة، أنا السفارة مشكورين، خاصة أنا بشكر دكتور عواطف وأستاذ عمر، صراحة طالبتهم مرتين بخطابين، الأول كان معي سلمة وأدوني خطاب طوالي بدون أي جرجر وبدون أي مماطلة، وفعلا قدمت لليمين حتى على الاشتدنت بيرك أو اتحاد الطلبة بتاعنا هنا، ف يترفض لانه بما حكايه انا ما كان عندي منحه، لا يترفض لانه انا ما كان عندي شغل والكورونا وقفت لي الشغل بتاعي ابار تايم او اي حاجه ثانيه، فما ادوني اي منحه. ثاني شلت برضه نفس الخطاب طلبته ثاني ومشيت قدمت لاداره الجامعه بتاعتي باعتبار انه احتمال القى منهم، لانه حكيت للبروفيسور بتاعي في حاجه ظريفه جدا. انا حكيت للبروفيسور وقعدت معه وقلت له يا اخي والله انا حاصل انه يا اخي حكومتنا، وطبعا وجهت الشغلانه شويه قلت له والله يا اخي عندنا كورونا هناك والفند كله توجه كونتينر للكرايسيس دي. فوضع اضافه لذلك عندنا اساسا الامريكان سانكشن على الترانسفير بتاع البنك بتاع ما في قروش بتجري منها ليش، فما عندي طريقه اسي حاليا تصبرت مايسل. فقام كلم ناس الانستيتيوت انه يا اخي عثمان حصل له مشكله، فحتى ناس الماجستير والبكالوريوس بيجي يسلم عليه ويقول يا اخي سوري انه سمعنا انه بلدك فيها مشكله وكلام زي كده. فانا بقيت اعتذر اقول شنو، فبقيت بضحك بس يعني ترى والله فعلا انت لو عارفين الحاجه ما بتقولوا لي سوري يعني. الحاجه الثانيه عرفت برضه اداره الكليه بالحاجه دي لما قدمت الخطاب، فقام يقول لي يا اخي احنا عاوزين نشوف حالتك شنو. فلما عرفوا انه انا فعلا المنحه واقفه وطاقفه من شهرين، انا من شهرين ما استلمت اي حاجه لانه كنت اتكلمت فرنسي يعني ما خليت اي حاجه سيده. ف المشرف الاداري بتاع الكليه قام ضرب على السايكولوجيست بتاع الجامعه، قال لي يا اخي تستقبل اي دي من حيوان اللي قال لي يا اخي تستقبل زول لانه انا حاسس انه حالته النفسيه تكون تعبانه. فقلت له لا يعني انا شخصيا الحمد لله يعني اي كان حقو اي زول انت بتدرس الجامعه يجيبوا لك انت قلت له قلت له الحمد لله اي كان بيزي ستاند الكرايسيس دي والحاجات دي كلها هعديها عادي. فأنا جاي من حتة أساساً هارش يعني ما عندي مشكلة في الحاجات دي الحمد لله وشكرا لله. فسؤالي لك يا دكتور أنور، قبل أنت سألت الجماعة قلت لهم يخلوا بيقوتوا وزارة، فدي الحاجة خلتها تدخل. أنت لو بقيت وزير التعليم العالي هتعمل لنا أنا لو كنت أنا عندي حاجة تانية ده أقولها برضو في اللحظة دي، لو كنت أنا وزير التعليم العالي كان بقدم استقالة واحد. أنا طبعاً أديكم بس فكرة عني، أنا ده أنا عملت الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبية، قعدت 7 سنوات هنا. 7 سنوات دي اهم حاجه اللي علمتها ما كان انه اخذت ماجستير ولا دكتوراه ولا عملت بحوث ونشرتها،
اوكي اخذت الورك ايثكس اخلاقيات العمل. والكوريين عندهم في اخلاقيات العمل لو فشلت في اداره حاجه انت مسؤول منها تنتحر. انا ما حامشي الاكستريم ده لانه مسلم ماذا؟ ان شاء الله انا ما مسلم ما حنتحر لكن حستخيل بس I will shame myself publicly. والله انا I failed وانا ده I did that for myself لأكثر من مرة في عمل تطوعي مش عمل انا دافع لي فيه. فده بس يعني to cut it short انا ده لو كان المسؤولية دي اسيب تليني وانا فشلت في انه اعملها انا ما بيحق لي انه اقعد في المقعد دي يوم واحد تاني. فبس بستغيل يعني ده بيخسر. تمام. طيب عندك لنا حلول أسئلة؟ لأنه عندي أنا حل قبل أنا تناقشت فيه قبل كده مع الأخوات خاصة سماح إنه يا أخي ممكن الحكومة السودانية إحنا كلنا 700 فقط يعني 700 دي ما حاجة كبيرة ولا أي حاجة. لما أنا حسبتها حسابيا صراحة شايل ورقتي وقلمي من يوم قالوا إنه أورد 2 مليون في حسابات الوزارة الخارجية عشان تسليم المبتعثين إنها كانت حقت شهر واحد أو شهرين، فحسبت إنه أصلاً إحنا 700 مبتعث. بالميت زي ما بقول السودانيين 700 مبتعث لو كانوا بدهم $1,000 معناته $700,000. وهي ما كده لأنه أغلبية المنح في ناس كمية كبيرة جداً من المنح ماشية منح بارشيل اللي هم بدهم أنا صين أيون أستوكيا بياخدوا 540. فأنا عملت سيرفي حتى الآن ولسه ما كملته عشان أكمل الداتا بتاعتي عشان ما يكون في حاجة فيك. ممكن تأي كان ببلش بيبر بالمناسبة في الموضوع ده في إنه كيف تمسك الناس ماسورة وكيف تلف بهم صينية شكله كده شغال في الداتا بتاعتي. وعندك الداتا بتكونها شغال فيها غير. فأنا حساباتي إنه لو كانت $2 مليون دي بتقعد الناس 4 شهور كاملة يعني هم لو فعلا رسلوا حقيقة رسلوا 2 مليون دولار فبتكفي كل مبتعثين التعليم العالي 4 شهور أو less يعني ممكن 3 شهور ونص قول 3 شهور بالميت 3 شهور دي بتقعد كل مبتعثي التعليم العالي يعني كان حيدور حق يناير وفبراير ومارس وحتى الآن ما في حاجة حصلت لحد هسه. الحل الممكن أنا بقترحه يا أخي علاقاتنا كويسة جدا جدا ممكن نكون بعد الثورة دي لقينا تعاطف عالي جدا جدا حكومتنا ممكن تتحرك بشيء دبلوماسي ثقافي مع بعض البعض تطلب من كل الدول اللي هي يا جماعة والله يا أخي عندنا كرايسس عندنا يعني lack of finance صراحة يعني عندنا طلبة مبعوثين عندكم كان يسبور دم يعني for a while دي واحد. الحاجة الثانية نحن موضوع في 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 مؤسسة كبيرة جدا جدا اسمها البنك الإسلامي للتنمية. البنك الإسلامي للتنمية ده أنا شخصيا اللي بركز على شيء بيدفع ملايين الدولارات عشان يشيل البوفرتي والمشكلة بتاعت الليترسي والكلام زي ده في افريقيا وفي حتات ممكن تكون بعيده جدا جدا. خلي انا اقول استاذ جامعي هم يا دوب دارين يعملوا انفراستراكشر انت زول بعثته خلاص او هو مشى بخبراته ومشى لمحل عالميه وقدر يثبت نفسه هو لو ما اثبت نفسه ما كان وصل المحل دي اساسا. يا اخي اطلب من البنك الاسلامي احنا كلنا في السنه دارين لنا $7 مليون في السنه ولكل مبتعثين في السودان ودي ممكن تكون فتات بالنسبه لهم يعني اطلب منهم لمده يا اخي قول لهم يا اخي انا عندي 700 مبتعث عاوز منكم $7 مليون سنوي لمده 5 سنين وقف الابتعاث من السودان اعمل ده تعمل انت لانه سمعنا قالوا ده وقف الابتعاث وداري يعمل داري مدام خلي الناس دي تكري اون وقفوا الابتعاث ده حيكون الخطا الثاني اللي كان انا اي نو انا لانه في مشكله في مشكله في مشكله ثانيه يعني حتواجه الناس انا ما اعرف لانه كان طلعت شويه كان عندي كوميت من برا وجيت مراجع فما اعرف ذكروها الاخوان في حكايه انه يا اخي تاثير القطع العلاوه دي والسمعه السيئه اللي هي حاليا عملناها مع الاساتذه باعتبار انه عرفوا انه في 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 لاك اوف سبورت من الحكومه بتاعتنا ومنحتنا بقت ما وصلت الصراحه فدي حتاثر على زول تالي حيقدم ادوه قبول شال قبول وقال له يا اخي خلاص جيب منحه لما يجي يقول له يا اخي والله انا لقيت منحه من الحكومه السودانيه يقول له والله يا اخي معلش انا اديت القبول لكن حتراجع عن قبولي ده لانه يتحجينين وتقول تقول لي بعدين والله انا ما عندي ودايلك سبورت مني انا وانا ما حقدر اديكين اسح اوريك. ففعلا اصلا انا استاذي قال لي نفس الكلام قال لي والله يا اخي انا ما عندي لك حاجه اعمل لك حاجه انت امشي الكليه وامشي الجامعه وخش في 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 مفاوضات عشان يقدروا يدوك لو شهر او شهرين تدعم بيهم نفسك. فهو جابني للاخصائي النفسي وللاخصائي الحاجه الثانيه دي فهو اصلا بيغير بالمناسبه صراحه بيغيروا في وضعي النفسي عشان انا يدوني. فقلت لهم غايت الحمد لله حتى الان انا ثابت غايت ما بكيت وما حصل لي جزاء. لكن حكايه البنك الاسلامي دي انا يعني صراحه بشدد عليها شديد ممكن اذا فعلا في ناس جاده في الحل خليها ان هي الفند ريزرز هو خالد عثمان الفيل من خريجين الجامعه برضو وفي البنك الاسلامي للتنميه حق الناس يتواصل معه. والله نحن ما عندنا اليو صراحه يعني لينكس ما في شوفوا الملتقى بتاع الطلاب المتفوقين بتلقوا فيه كي فيجرز كتار جدا ممكن يساعدوكم. لكن الاهم في الموضوع ده الموضوع از نوت اباوت جامعه خرطوم ولا مشكله انتوا بس
نعم الموضوع لكل الاساتذه في الجامعات. انا متاكد، انا بس بقول الكلام ده على اساس انه يصل، عشان ما في زول يفتكر انه والله نحن ناس مركزين مع حته محدده ولا ما حته محدده. لا نحن كلنا بنعتبر نحن كلنا واحد وحده يعني. بالضبط. بغض النظر نحن مبعوثين السودان، ما مبعوثين جامعه معينه او مبعوثين وزاره معينه، يعني احنا كلنا بنمثل جهه معينه. الحمد لله وشكر لله في حاجه كويسه، يعني البرفورمنس بتاع اخواننا اللي قدامنا ما كان يعني اللي هو يعني امبيكابل صراحه يعني. فدي الحاجه المشرفه، لو حصل اي حاجه ثانيه هي بتاثر على سمعتنا نحن كسودانيين عموما. فكل الدريفيتيف دي بتقلل من البرفورمنس بتاعنا نحن، فبالتالي ما هنقدر نعمل الاتشيفمنت اللي هم عملوها، وبعد بالتالي هتقلل من فرص الناس اللي بعدين. حكايه البنك الاسلامي دي ثاني هرجع عليها، المبلغ بسيط جدا جدا. حكايه انه خاطب شخصي بعينه انا حاسبها شويه يعني ما حتبقى مقبوله، لكن لو جاء خطاب رسمي من الحكومه، لان هي مؤسسه نحن تابع الحكومه اول دوله بتاعت السودان تابعه للمنظمه بتاعت البنك الاسلامي. البنك الاسلامي عنده فند بكذا مليار حسب اللي انا شفته وعملت في تبع السيرفي بتاعي ذاته. فالكم مليار ديل ما بتعمل غير السبعه مليون دولار دي اللي هي حتكفي 700 استاذ، ما حتبقى حاجه الحاجه يعني سيجنيفيكانت بالنسبه لهم صراحه يعني. فدي اول حلول. طبعا يا اخوانا اتفضل، عندك حاجه ثانيه اتفضل. الحاجه الثانيه انا ما اعرف حكايه فعلا التصعيد اللي هم قالوه في الميديا، انا ما حاسبه هو تصعيد، هو حاجه بسيطه جدا جدا. هذا ما تصعيد، انا ما شفت الجرس كيف بالمناسبه، ما في دقيقه يعني. يا نعم، وهم فعلا احنا سمعنا كلام يعني، انا حتى بمشي بخش بلقى ناس بيكتبوا في الحاجات اللي بنعملها هاشتاج بتاع مفتاح التعليم العالي، يا اخي انتوا كيزان تعالوا راجعين، انتوا الوداكم شنو ذاته، تاكلوا في حق البلد وتصرفوا في الدولار وكلام زي كده. والأسوأ من كده بتخش جوه بتلقى انهم في البروفايل بتاع الناس دي يعني، في ناس انا لقيت في ناس اطباء وفي ناس باحثين يعني، هم بيقولوا انه لقيت المنح دي لقيتوها كيف، احنا زمان قرينا ما لقينا منح، بتمشي لناس معينين ذاتكم شكلكم مع الجماعه اللي انت. فيعني اي ريجريت الموضوع ده صراحه جدا جدا، انه زول بيكون متعلم بيكون بنفس الاسبوع. عشان ابرد لك بطنك، يوم 6 يناير 2019 في الموكب الكامب بتاع اساس جامعه الخرطوم، انا كنت في موكب ثاني جنب شارع الحوادث، جنب كليه الطب. في الموكب ده تم اعتقالي ورفعوني في بوكس، والبوكس ده لا في بينا بلقط في باقي الثورجية. أنا إحنا في نص البوكس ده وفي الحر والكتمة بتاعت البومبان وكده، جاء واحد ماري ساي يعني، قال لأخي الشيوعيين ديل طلعوا ميتين نكسروهم وخلوا لهم يعني ميتة وخراب ديار. إنت مش يعني إنه الزول يعني بيكون منتمي ولا ما منتمي لحزب، وأنا زول مستقيت ما عندي انتماء، لكن المغزى في إنه يا فلان اللي قلت فيه الكلام ده، أنا والله أستاذ جامعي في قطر وما عندي اي مشكله في الدنيا، انا طلعت عشانك انت. اي صح صح، وعشان مستقبل اولادي وعشان البلد وكذا. أيه. وممكن كان اكون في البوكس ده مرفوع ميت. ففي بعض الناس يعني بيكون كذا ما عندهم الحساسيه ولا عندهم الافق ولا بس بيهتبل الكلام وسهوله اطلاق الاحكام. اي الناس ما 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 ما, ما يعني ما تنهزم اليوم ولا تكون معنوياتهم تحت. احنا معاكم في الحاجه دي لحد ما تتحل ان شاء الله يعني. لو احتجنا كل يوم نعمل جلسة، لو احتجنا كل يوم نعمل فندريزنج ولا كده، احنا مجتمع سوداني معروفين بالنفير، معروفين بالفزعة ومعروفين بالتكافل، فلازم نشتغل مع بعض في الحتة دي. انا ما اعرف حكاية الفندريزنج دي، انا حاسبها ما يعني انت جمعت الليلة ما حتقدر تجمع بكرة، بعد بكرة الدوك برضو بعد بكرة. انت بتفتكر انها ما بتفتكر انها سستينبل زي ما احنا عندنا جوانب ما سستينبل زي ما هي عندها جوانب، يعني في جوانب معنوية للموضوع ده برضو بهم. يعني انت لما تكون عندك اي مشكله ولا بتاع، ما مهم المبلغ اللي بتجمعه كم ولا حيسوي قدر شنو، المهم التضامن بتاع المجتمع. حقيقه لما كنا نحن في الكتمات بتاعت المواكب وفي الاعتصام والبتاع، ما كان مهم عددنا كم، كان مهم احنا مع بعض. صح، دي الرساله اللي احنا دايرين نعملها عبر الموضوع ده لحد ما الجهات المعنيه المسؤوله تعمل الحاجه المفروض تعملها يعني. ونسأل الله. الله آخر مداخلة هنديها لدكتور ياسين الفكي قبل ما أخذ منكم closing thought، كل واحد منكم ترابها بالجلسة لأنه أخذنا زمن طويل. دكتور ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور أنور على الفرصة، يعني أنا عارف عملت لك وجع وش يعني فيه. لا لا بالعكس يا أخي، ناس لندن ميديكال سكول ديل في وقت حباب ونيونا داخلين. تسلم كثير والله، تسلم كثير. أنا والله الحقيقة يعني داير تو اكسبرس زي ما بقولوا ماي سوليداريتي مع يعني الفلو ليكتشررز والفلو ستاف بتاعين الجامعات. انا ذاتي شخصيا يعني كنت استاذ في جامعه السودان، كنت محاضر،
لكن صراحة يعني in part بسبب المشاكل دي يعني قدمت استقالتي من جامعة السودان وسافرت يعني بعد ما لقيت المنحة بتاعت DAAD. وكان السبب الأساسي صراحة برضه هو نفس القضية يعني إنه الابتعاث وما الابتعاث والشروط بتاعت الابتعاث. نحن كمان المشكلة في جامعة السودان كان في مشكلة أكتر إنك أنت لازم تمر عن طريق الشؤون العلمية والشؤون العلمية عندها عقد حقها براء. أنا ما أعرف هم بيلتزموا ولا ما بيلتزموا ولا كده. لكن any case in any case الكلام ده كان زمان يعني وبسوي تأخرت 5 أو 6 سنين حتى مرق حتى يعني جيت عملت الدكتورة يعني. In any case أنا بس الحاجة الوحيدة اللي عايز يعني زي ما قال الدكتور إنه we are really proud of you يعني صراحة الناس ما قصروا يعني زي ما يقولوا نازل يعني زي ما يقولوا بغالب الظروف كلها يعني عشان يتأهلوا ويرجعوا البلد ويبنوا البلد وإن شاء الله ربنا معاهم وبوفقهم بإذن الله تعالى. الحاجة بس الوحيدة اللي أنا أسأل منها لأنه سمعتك على موضوع التصعيد وما التصعيد يعني يعني have you ever considered the legal action against the الوزارة؟ لأنه في النهاية ده ما في النهاية ده إخلال ببنود العقد. هم صح ما عايزين يدوكم ورق ليه؟ لأنه هم عايزين خايفين من الموضوع ده بالذات خايفين أنكم تشيلوا الورق وتمشوا ترفعوا عليهم قضايا. أنا طبعا نحن كلنا نتكلم عن القضاء في السودان ونزاف القضاء في السودان أنا ما أقدر أتكلم عن الكلام ده ولا من ناحية سياسية ولا من ناحية قانونية لكن هل يعني أنا بفتكر إنه إذا على الأقل if you threaten them with a legal action على الأقل بس كلام ده حيكون عنده ما وراءه بعد ذلك ممكن الناس تمشي لقدام إذا هم ما استجابوا بالنهاية تقول لهم يا أخي اسمعوا نحن لنا 5 أو 6 أو 7 شهور أو whatever ما أخذنا قروشنا نحن كلنا ممكن نرفع عليكم قضية القضية دي حيكون فيها كده وحيكون فيها كده وحيكون فيها كده حتدونا ولا ما حتدونا أنا أكد لكم إنه الكلام ده حيكون عنده إذا ما عنده صدى ودي تبقى طبعا مصيبة معنا أنا مصيبة مش كمان مش مصيبة على حكومة ثورة ولا ما حكومة ثورة دي بكون مصيبة على 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 على, على وجدان الشعب السوداني ذاته يعني إذا كان زول بيجي بهددك بقضية عشان حقه وإنت ما بترد عليه دي تبقى مصيبة كبيرة يعني مش ما عملنا ثورة بس نحن ما نعتبر أصلا بشر يعني يعني ربنا إن شاء الله يعني زي ما بقوله يوفقكم ويعني نحن معاكم زي ما بقوله متابعين مع إنه ما قادرين نعمل حاجة والواحد يعني زي ما بقوله في إيده ما في حاجة لكن على الأقل معاكم بالدعاء إن شاء الله ومعاكم زي ما بقوله بقلوبنا بإذن الله تعالى فربنا يوفقكم يعني وربنا يعني شكرا لك دكتور ياسين يديك العافية بالنسبة لي يا دكتور بالنسبة للتصعيد القانوني نحن we are thinking about it حاليا وأنا بتمنى إنه يدخل دكتور عبد الرحيم تاني يدخل عشان يوضح لنا النقطة دي لأنه هو اللي طرح لنا البروبوزل بشكل مفصل حتى استشار قانوني في الموضوع ده أتمنى إنه دكتور عبد الرحيم يدخل أيوة تفضل عبد الرحيم أوكي شكرا جزيلا لكم تاني صوتي مسموع أوكي طيب بس قبل ما أقول الحاجة دي في حاجة أنا دار أشدد على أنا اللي هي حتى انه كل الحلول اللي اتقالت دي هي حلول ممكنه يعني كانت في مرحله مبكره لما الناس طرقت باب الوزاره بشكل اخلاقي بشكل محترم جدا دي كلها كانت حلول موضوعيه ومنطقيه وممكنه انا بالنسبه لي اسي الحلول دي هي ممكن تكون جزء حل لكن الحاجه اللي انا بشدد على انه الوزاره لازم تتحمل مسؤوليتها وده شغلها من النقطة دي أنا دائما أقول إنه الجانب القانوني والإداري ومعليش بس أختلف مع دكتور ياسين إحنا ما يعني إحنا إذا مشينا في جانب قانوني ما بنكون هددناه بالعكس إحنا بنكون احترمناه لأنه إحنا ما يعني ما عاوزين نمشي نقعد ونكوريك وكل مرة ونقف قدام الوزارة ونعمل وقفات والوزيرة تجي تقول لنا أنتوا أمشوا لي من هنا والكلام اللي بيحصل ده إحنا بنكون احترمنا الوزارة وقدرناه أكثر مما هي قدرتنا لأنه مشينا بالطرق القانونية وبالطرق الرسمية ودي الحاجة مفترض تكون لأنه في النهاية إحنا أساسا جامعيين مفترض نسلك طرق مهذبة حتى وإن كان الوزارة ما قدرتنا في البداية يعني في الحتة دي هو في عقد بيلزم كل أو في سوري خلينا نقول في تصديق طالع من الإدارة العامة للتدريب لمعظم المبتعثين باختلاف منحاتهم بيختلف العقد أو بيختلف التصديق صيغته يعني من مبتعث لمبتعث آخر على حسب المنحة وعلى حسب الدولة لكن in general في تصديق طالع من الوزارة طالع من الإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات ده ملزم قانونيا هو ده بيقول لك أنت هتمشي المبتعث الفلان الفلاني نحن صدقنا له إنه يمشي عبر المنحة الفلانية ويدرس ويجيب الحاجة دي الوزارة بتكفل له بمبلغ وغدره في الشهر يعني حتى أنا في حالتي لأنه المنحة بتديني مثلا في السنة الأولى مبلغ محدد
في يعني في السنتين الاوائل مبلغ محدد، لما تجي باقي السنتين الاخيرات بيزيد، حتى دي هم مفصليننا يعني هم تغيضين لدرجه ان هم يحسبوا في فريق بين السنتين الاوائل والسنتين التوالي. تمام، دي حاجات موجوده يعني التصاديق زي دي موجوده ومختومه وحاجه ليجل جدا جدا، ودي بتمثل ورقه يعني مهمه جدا جدا في انه الناس تمشي عبر المستشار القانوني بتاع الوزاره، تتكلم معاه، تديهم مكاتبات، لانه ثاني الشغل بتاع الكلام الساي والهنايه ده ما بيجي صراحه. في النهايه الموضوع اداري وقانوني لازم يمشي بالاطار ده، يعني الناس يتواصل معاه بطريقه ليجل عن طريق مكاتبات عشان الموضوع، وهو ملزم انه يرد على الناس بعد ذاك، هو يعني ده شغله، هو يشوف حل مع الوزاره، يقعد مع الناس ديل يوضح لهم الكونسيكونسز حقت الخطوه دي لو الناس اتخذوها. اذا هو فشل في انه ما يلقى حل في الموضوع ده مع الوزاره، بعد ذاك بيرد رد كتابي والله بيوضح الحصل شنو معاه، بناء على الرد الناس بتمشي ستيب ثاني، لانه انت اذا قدرت تقاضي مؤسسة حكومية في السودان مفترض تطلب على حسب الكلام الجاني مفترض تطلب إذن من وزارة العدل، كويس تخاطي وزارة العدل والله يا أخي إنه 1 2 3 4 ده الموضوع بتاعي أنا، وأنا بناء على الحاجة دي طالب إذن إني أنا أقاضي أو أتظلم ضد المؤسسة دي. بعد ذلك الوزارة هي بتحاول برضو تتواصل وتشوف الموضوع مع الوزارة، إذا لقوا حل أوكي، إذا ما لقوا حل ما عندها غير إنها هي توافق، وإذا الوزارة ما وافقت، إذا مضى شهرين وزارة العدل إذا ما ردت، إذا مضى شهرين على الطلب ده وما حصل أي تجاوب، بعدين عندك الحق إنك تمشي طوالي تعمل الإجراء القانوني دار تعمله أنت بإنك ترفع تظلم أو تشتكي أو تعبر الصيغة القانونية. لكن الدائرة أكدوا إنه أنا الحلول دي كلها اللي اتقالت دي حلول جميلة جدا والناس كانت مستعدة تشاركها وتطرحها، لكن unfortunately الوزارة، أنا بالنسبة لي شخصيا إذا سألتني السؤال ده مليون مرة أقول لك الوزارة ما مفكرة في إنها تحل الموضوع، لأنه دي فترة طويلة جدا، فبالتالي الناس لازم تمشي في الاتجاه ده، يعني والاتجاه ده بيحفظ لنا حقنا نحن من زمان الأساتذة الصابرين على إنه بيدوم 1800 3000، وحتى الطلبة يضحكوا فيك، يعني لو طالب يقول لك يا أستاذ ارحم نفسك ايش اللي بتعمل فيه ده، صابرين عليه ده كله من زمن، يعني شوف زمن طويل جدا. لكن unfortunately انا بس في النهايه يعني كل ما اتذكر الموقف ده بقول بس ربنا يرحم شهدائنا، والله ربنا يرحم شهدائنا، لكن الحاجه دي ما بتسر. الحاجه اللي بتحصل هسه حاليا من وزاره التعليم العالي تجاه الاساتذه بتاعنا، ودي حاجه يعني في سوء اداره وفي تعمد في انه تخط الناس في وضع، يعني الوزيره لما تجي تتكلم عن انه يا اخي المبتعثين دايرين مليون دولار وحاجه، وتلصق للناس في البابليك كده او في السوشيال ميديا كده، لكل زول بيجي عاين في ظرف زي ده حيقول لك ايوه دول مازالت التمكين، ودول اصلا هم بياكلوا في قوت المساكين وقوت الشعب، احنا اتخطينا، مش نحن اتخطينا، احنا اتخطينا في فتيل بالمناسبه بسبب الحاجات دي. يعني فالجانب القانوني ده جانب مهم جدا جدا، اللي هو ده بيوري انه نحن اوير بحقوقنا القانونيه، وبيوري انه احنا ناس مهذبين جدا في تعاملنا معاك مهما حصل من اهمال، ومهما حصل من اي تجاهل، نحن ما عندنا شيء غير انه نحن دايرين حقوقنا، وده ما تهديد بل بالعكس ده احترام للوزاره، لانه زي ما شايفين الاطباء عملوا اضراب، القضاء عملوا اضراب، الناس عملوا اضراب، في حلول كثيره جدا، لكن هي حلول بتمشي باتجاه انها تكون معلش يعني اذا اتبعناها بتكون هي دايره في انه انت تستجدي عطف الشارع العام، والشارع العام طالما انك انت استاذ وعندك طريق قانوني ممكن تسلكه ويجيب لك حقك وبيجيب الحق، لانه فعال جدا جدا الحاجه دي. وفي حاجه ثانيه انبه لها برضه، المعروض اذا ما مشينا فيه قانونيا قد ينسحب عليه حاجه، لانه عندنا سوابق تاريخيه انه بتجي حكومه كده بتلغي الابتعاث، بتجي حكومه بيقول والله يا اخي مبتعثين ما في، فأسي في ناس قاعدين مبتعثين اللي فكروا في انه يقدموا استغالات، شوف الكارثه، يعني فكروا انه يقدم استغالات. طيب انت اذا عندك ناس ابتعثتهم واصلا انت راجيهم يجوا يقدموا للبلد، طيب الفائده شنو يعني من الفائده شنو اصلا من الوزاره، والفائده شنو من انه يكون في وزير، من انه يكون في الفائده شنو يعني. وفي حاجه ثانيه بالاستغلال يعني ممكن تكون بعيد من النطاق ده، لكن ده برضه بيخش في اطار انه ما في رؤية أصلاً لإصلاح التعليم، لأنه إذا كان في رؤية لإصلاح التعليم مفترض مشكلة زي دي ما تحصل،
لأنه التدريب والحاجات دي هي بيكون من صميم أي رؤية بتاعت إصلاح. للأسف إنه يا أخي الوزارة بعد 6 شهور بعد سنة كاملة ما جاء. أنا متمني لحد الآن والله يا دكتور أنور ويا جماعة متمني لحد الآن يعني أصحى من نومي كده ألقى دعوة لاجتماع أو دعوة لمؤتمر للنظر في قضايا التعليم هاي، لكن unfortunately نحن يعني راجعين لورا، والحاجة دي إذا ما تداركناها كلنا التعليم العالي في السودان ما حيكون عنده أي قائم، ما حتقوم له أي قائم، حنظل قاعدين كده مشاكل ابتعاث، مشاكل بتاعت مرتبات، مشاكل بتاعت هنا زي ما قلت انت، انت اصلا لو قلت انت مكانك حتستغل. طيب نحن والله اقول لكم حاجه يا اخواننا، بس ربنا يرحم شهدائنا يعني رئيس. ما يعني ما ما ما, ما في كلام اكثر من كده انا اقدر اقول، ربنا يرحم شهدائنا الضحوا والماتوا ديل، وربنا ان شاء الله يجزي معنا خير، لكن الوضع الحاصل ده وضع يعني يسب عليه يسب عليه. شكرا جزيلا استاذ عبد الرحيم. طيب سؤال اخير يا اخواننا وتركوا تعبوا لي كلوزنج سوت. تجمع اساتذه الجامعات واحد من مكونات المؤسسه لتجمع المهنيين، اتذكر احنا يوم اعتقلونا ذات وكان غرفوا معنا دكتور اللي هو منتصر الطيب، رفع منتصر الطيب وبدر جامعه الخرطوم، ودكتور محمد يوسف محمد مصطفى من تجمع المهنيين اللي هم تجمع اساتذه الجامعات. كان في اي برضه دكتور محمد عبد الله اللي هو كان عميد سكول وكده، هل كان في اي تحرك من تجمع اساتذه الجامعات بالضبط تجمع المهنيين؟ يا بالضبط كده، اللجنه عبر اللجنه رسلت لهم برضو خطاب بخصوص الموضوع ده، وهم وعدوا بانهم هم حيتواصلوا مع الوزاره، وزاره التعليم العالي، ووعدوا بانه حتى لو وزاره التعليم العالي ما نفذت المطالب تجمع الاساتذه حيقوم بالتصعيد معانا اعلاميا. بعدها ما عارفه تاني حصل شنو. الصفحه بتاعت تجمع المهنيين الباسورد ضاع. المهم طيب يا اخوان خلونا احنا يعني نكون بوزيتيف. دايركم ان شاء الله حنوقف تعمل كلوزنج سوت، وبعد ذاك حنقوم احنا نوقف البث على الفيسبوك. داير الناس اللي عندهم انترست انه يواصلوا هنا في الزوم سوقوا لانه نناقش الحاجات بتاعت شنو الحاجه اللي ممكن تحصل، لانه ما ممكن الواحد فينا نفسه يمشي ينوم وخليته أوضاعكم كده، دي ما أعتقد إنها حاجة ممكن تجي لذهن زور فينا. فدار كلوزنج صوت منكم منال، حسن، سلمى، وحتى العثماني كلوزنج صوت يعني في less than one minute كده عشان الجلسة تقرب الدقيقة، والجلسة أخذتنا في الباحثين السودانيين ايفر يعني. طيب منال، دكتورة منال تفضلي. أنا بالنسبة لي يعني صراحة أنا أهم بوينت دايرة أقولها إنه أنت مهما كان في منصب إداري لازم أنت تكون قدره، خلاص أنت ما قادر على الحاجة دي، ما قادر تحل مشكلة بتاعت قضية زي دي كبيرة تنسحب مباشرة، خلاص. وتاني نقطة لازم أشير لها اللي هو بند التعامل مع الأستاذ الجامعي، يا ريت يكون في تعامل أفضل من كده. يعني قبل في دكتور قال انه في ناس اكاديميين كتار في التعليم العالي، ما في ناس اكاديميين كتار في التعليم العالي، افتكر بس هو الوزير والوكيل وبعض يعني بعض من الاشخاص يعني، لكن اغلبيتهم ناس اداريين ما عندهم مثلا علم بالمشاكل الحاده اللي بتواجه المبتعث عموما في بلاد البره يعني. لكن مثلا كوزير ولا كوكيل هم كلهم ابتعثوا قبل كده أو على الأقل سافروا للخارج، هم عارفين المشاكل اللي بتحصل للأستاذ الجامعي اللي هو قاعد في البلد المانح، تمام. فياريت يكون في تعامل أفضل من كده، ياريت يكون في شفافية ووضوح. نحن للآن يعني بنطالب يعني بتعويض معنوي للآن قبل التعويض المادي، عشان على الأقل مكانتنا ترجع زي ما كانت زي زمان، خلاص. فأنا أدي المنصة لدكتور حسن. حسن just to conclude الكلام بتاعنا، أنا عندي 3 نقاط أساسية يعني I would like to address. أول حاجة أنا عارف إنه الفترة قد تكون قصيرة على حكومة انتقالية إنها تعمل حاجة، وده مفترض تكون حاجة برضو مقدرة من 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 جانب كل الشعب السوداني. يعني إذا نحنا كنا بنتوقع يكون في تغيير ما بين يوم وليلة أو يعني خلال سنة أو سنتين، فيا إما نحنا ناس غير واقعيين أو يعني نحنا ناس حالمين.
لكن على الأقل يكون في إرساء لقواعد معينة ممكن الناس تبدأ تخطط على أساسها. فأنا بعمل الحكومة الانتقالية مع في 2-3، لكن في نفس الوقت إذا كانت فيها النات وإذا كانت في أخطاء يعني تكون المعالجة السريعة، خصوصا إذا كانت يعني الحالات حساسة، حاجات ما تستحمل الانتظار. النقطة الثانية مراجعة ملف التدريب بصورة كاملة، لأنه في عدد كبير جدا من الثغرات، سواء كانت في اللوائح، سواء كانت في التعامل، سواء كانت في الستاف المختار على أساس يتعامل بصورة مباشرة، يعني شغل بتاع كاستمر سيرفيس بينك وبين المتدرب أو المبتعث، ده مفروض يتم فيه التعامل بصورة جادة. مفترض يكون عندنا يعني تريننج حتى للناس اللي انت بتختارهم للإدارة ديل، على أساس انهم يحترموا العامل بتاع الزمن. انت دائما لما تتعامل مع جامعات خارجية، خصوصا في عملية الابتعاث الخارجي بمناسبة، في مشاكل كبيرة جدا بيعانوا في بداية البعثة ونهاية البعثة، لأنه في اختلافات مثلا في إجراءك اللي بتعمله انت تكون انت بديت التسجيل، إجراءات معلقة في السودان وهكذا. واحد من كمثال مثلا، انا حصل لي اشكاليه، انا كان مفترض ابدا اغسطس 2017 بسبب المشاكل اللي حصلت والتعطيل اللي كان حاصل من الوزاره، ضاع علي السمستر الاول او تسجيل السمستر الاول، وبديت في شهر ديسمبر، يعني 3 شهور. فهنا انت مثلا لما تكون موجود الاجراء بتاعك بيتم في مده اقصاها اسبوعين، اذا ما تم خلال الاسبوعين انت من حقك تقدم تظلم ضد الاداري، بغض النظر انت طالب اجنبي ولا طالب من الدوله نفسها، فانت ممكن تعمل حاجه زي دي. فانت مفترض تاخد حد زمني محدد للاشياء زي دي. ملفات الابتعاث او طلبات القبول بتاعه الابتعاث، ما مفترض انت تنتظر ل 20 طلب عشان يجي عشان تعقد لك لجنه. عقد لجنه مصغره، وكان الله يحضر المحسنين، اذا كان الطلب اصلا تم الاتفاق عليه او تمت الموافقه عليه من قبل الجامعه، فالجامعه ادرى بمبتعثيها وبالمتطلبات بتاعتها، او اعد عملية الريسبونسرينج بتاعت الابتعاث للجامعات بصورة كاملة. شكرا جزيلا. سلمى؟ أنا برضو بشدد على نقطة إنه نحن طلبنا الدعم المعنوي أكثر من الدعم المادي حتى، وستيل أنا بشدد عليه. الحاجة الثانية، أطلب من الوزارة بأقصى فترة ممكنة إنها تحدد لنا لقاء يجمعنا على أساس إنه نحن نوصل صوتنا ده دايركتلي. عاوزين بس اجتماع أونلاين يجمعنا ما بين أي زول يمثلهم في وزارة التعليم، سواء إدارة التدريب، سواء الوكيل، سواء المهم، اجمعنا نحن كمبتعثين ووزارة التعليم نتكلم معاهم مباشرة، عشان نحن نوصل صوتنا. نحن عندنا حساب عزوم ونحن متطوعين، لأنه لو في أي زول داير يعمل اجتماع بيشير 500 نفر، مليون نفر، إحنا متطوعين نسوي الكلام ده لو كان في أي صعوبات فنية أو صعوبات الى اخره. احنا متطوعين الكلام ده بالمناسبه بنقوله بكل يعني طيبه قلب. ممكن تكتب لوجن انفورميشن تستخدم الكلام ده عشان ما تقولوا ما عندنا زوم ولا كده بعدين. ها تفضل. تمام. طيب يا اخوانا، بس يعني معلش نسيت اذكر قبيل انه بس بشيد بقبيل حسن كان ذكر مدير التدريب بتاع الخرطوم دكتور احمد، هو للأسف يعني أول ما تعين كان مع بداية مشكلة الابتعاث، يعني أول ما تعين كمدير إدارة التدريب بجامعة الخرطوم كان المشكلة حاصلة لها زي 2-3 كده. ف يعني احنا بنتشكره لأنه هو على الأقل زول السعة بمجهوداته إنه الحياة تتحلى. أي نعم هي ماشية ببطء شديد، لكن هو يعني عنده خطط كثيرة إنه الموضوع ده يتسهل من هسه ولي بعدين، وبهوب يعني انه الحاله دي تتحل اداريا من اداره الجامعه قبل التعليم العالي، هو تيبر يعني تتحل من اطراف في الجامعه، او يساعدوا على الاقل في حل المشكله دي، سواء كان بمصادر خاصه بهم ولا بقرارات ولا وتيبر. يعني اتمنى انه تتمنى في كل الجامعات، وتتمنى ان الموضوع ده يتحل يعني once and forever، ما يكون مشكله مقيمه. نجي السنه الجايه زي الوقت ده نعمل سيشن ثانيه، عشان كده احنا السلسله بتاعت قضايا الاستاذ الجامعي يعني بدينا بموضوع الابتعاث، لكن في قضايا كثيره جدا جدا قضايا. يعني في قضايا بتاع زملائنا في التعليم الخاص غير الحكومي،
عندهم مشاكل بتاع عدم مرتبات ترفعت، وفي كلام كثير. السلسله دي حتكون مستمره، فيها قضايا كثيره حنطرحها، وكلنا اساتذه جامعيين وكلنا مهتمين. يعني اي مواطن سوداني مهتم بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبهم انه السودان يكون في مقدمه الدول. خلاص، شكرا جزيلا لكم لمشاركتكم ولآرائكم كده. حنكفي البس عبر الفيسبوك، ده نعمل لنا جلسه بتاعت برين ستورمينج كده سريعه، نص ساعه بالكثير ونمشي. انا هاخد الرابط بتاع الجلسه دي في فيسبوك، لو في زول هناك متابع عنده رغبه انه يخش علينا في الزوم هنا ده، لانه دي برين ستورمينج، يعني احنا بنحاول نفتش حلول وكلنا مع بعض فيها. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافيه.